السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أخواني وأخواتي الطلبة، إن شاء الله الكل بخير وصحة وسلامة. نبتدي إن شاء الله اليوم محاضرتنا لهذا الأسبوع، واللي راح تكون تكملة للفصل الثاني. تكلمنا بالمحاضرة السابقة عن طريقة إنتاج أحد أو أحد عناصر النونفيروس ماتيريال اللي حكينا عنهم، وهو الكبر النحاس. اليوم ان شاء الله راح يكون موضوع محاضرتنا لهذا اليوم هو عملية انتاج الالومنيوم. الالومنيوم هو من اوفر المعادن في القشرة الارضية. الاعلى نسبة في القشرة الارضية هو الالومنيوم، مثل ما ذكرنا بمحاضراتنا بالكورس الاول. اذا ترجعون للجدول الموجود عندنا بالمحاضرة الاولى، تكلمنا بها عن المينيرالز ووفرة المعادن بالقشرة الأرضية، راح تلقون الألومنيوم هو الأعلى نسبة بالقشرة الأرضية مقارنة بالمعادن الأخرى. قلنا هو الألومنيوم والحديد يعتبرون الأوفر أو الأكثر وفرة بالقشرة الأرضية. الألومنيوم أو عملية إنتاج الألومنيوم راح نشوفها تكون عملية معقدة، مثل ما شفنا بعملية إنتاج النحاس، إنه راح تكون على عدة مراحل. ومثل ما نعرف إنه الألومنيوم إلى خواص مهمة، ولذلك يستخدم بتطبيقات عديدة. ومن أهم خواصه أولا إنه يكون لنا طبقة من الأوكسيد تكون مقاومة حامية للمعدن، فيحافظ على بريقة ولمعانه الدائم، وبالإضافة إلى خفة وزنه ومضيليته العالية إلى آخره من الخواص اللي يمتاز بها الألومنيوم. فلذلك إلى تطبيقات خاصة ويستخدم في مجالات خاصة. فاليوم راح نشوف أولا شلون طريقة استخلاصه أو طريقة استخلاصه من الخام اللي أو من خام الألومنيوم، يعني من المينرال، وبعد ذلك عملية إنتاجه، ومن ثم خواصها وتطبيقاته. الألومنيوم introduction. ألومنيوم اللي هو رمز الكيميائي Al is a lighter metal than copper، هو أخف معدن من بعد الكبر، من بعد النحاس. Zinc and lead، فهذه المعادن الخفيفة، ويجي من بعدهم يعني يعتبر أخف من هذه المعادن اللي هي نوعا ما خفيفة الوزن، ولكن الألومنيوم من ناحية الوزن هو بالمرتبة الأولى، هو الأخف أخف معدن. It was discovered by Dave in 1805. اكتشف هذا المعدن أو الألومنيوم بواسطة ديف ب 1805. أولر isolated the metal by the reduction of aluminium chloride with potassium 20 years later. فأول ما اكتشف المعدن بواسطة ديف إن 1805، اكتشف معدن الألومنيوم. شلون استخلصنا أو طريقة فصله من الخام اللي كان أو اللي اكتشف به، تمت عن طريق أولر. فقدر إنه يفصل لنا أو يعزل لنا الألومنيوم من الألومنيوم كلورايد، من كلوريد الألومنيوم with بوتاسيوم. فاختزل كلوريد الألومنيوم بالبوتاسيوم وحصل على الألومنيوم. هذه راح يذكر لكم على يعني كم عالم أجرى عمليات على ما أو أجرى اختبارات أو عمليات لإنتاج الألومنيوم إلى أن حفظنا للطريقة المتبعة حاليا. In 1856 ديفيل in France substituted potassium by sodium as reducing agent. وديفيل العالم الفرنسي أيضا سوى اختبارات باستخدام أو حاول إنه يفصل إن الألومنيوم باستخدام بوتاسيوم باي صوديوم as
باستخدام الصوديوم يعني والبوتاسيوم ك reducing agents، وهذه معلومات هي معلومات عامة. بال 1886 ظهر عندنا العالم هيل in the USA and هيرلوت in فرنسا، يعني هيل من أمريكا وهيرلوت من فرنسا، وهذه هي راح تكون الطريقة المتبعة. هذه كلها على مود يقدرون يفصلون الألمنيوم من المادة الخام. شلون احنا قلنا الحديد، عندنا الحديد موجود بشكل الخام مالته ماجنتايت او هيماتايت، وبعدين اجرينا عليه عمليات بالفرن العالي حتى نستخلص الحديد من المادة الخام مالته. فراح نعرف شلون راح نفصل الألمنيوم، او هذه هي الطريقة الجاية، شو عن طريقة استخلاص الألمنيوم من مادته الخام. فعندنا أكثر من عالم حاول أنه يجري هذه العملية بصورة مختلفة، إلى أن أخيرا هيل وهيرلوت suggested obtaining aluminium by electrolyze of alumina dissolved in molten chloride. فهذه هي الطريقة المتبعة لإنتاج أو لاستخلاص الألمنيوم من مادة الخام، هذه المرحلة الأولى اللي نسميها بهيل، أو عفوا هذه طريقة إنتاج يعني استخلاص المعدن حتى نحصل على بيور ألمنيوم. فعندنا الطريقة سميت باسمهم هيل and هيرلوت ميثود. بهذه الطريقة يقول اقترحوا أنه الألمنيوم أو ننتج الألمنيوم by electrolyzed، والالكترولايت انه يسوون خلية الكتروليتية اللي هي مكونة من قطب كاثود وانود ومحلول الالكتروليتي، ومررون بها تيار كهربائي حتى يصير عندنا اتولد عندنا الكترونات، وعن طريقها من الممكن يسوون خلية الكتروليتية للألومينة اللي هي قلنا الألومينة هي أكسيد الألومنيوم اللي نستخلص من عدها، أو حتى نفصل الألومنيوم عن أكسيده، فنسوون خلية الكتروليتية ويضيفون بها هذه الألومينة، يخلوها تذاب أو يذوبوها dissolved in molten chloride بمحلول الكتروليتي اللي هو الكلورايت، وراح ناخذ هذه الطريقة بالتفصيل. This Hair-Loss Method سميت بالHair-Loss Method اعتمادا على العالمين Hair و Hair-Loss اللي اكتشفوا هذه الطريقة وطوروا هذه الطريقة. Remains a most convenient and economic production method of aluminium which is popular through the world. فاكتشفوا أفضل طريقة والأكثر اقتصاديا لإنتاج أو لإنتاج الألمنيوم، وبعد ذلك صارت هذه أو شاع استخدام هذه الطريقة بالعالم. الألمنيوم has good electrical and thermal conductivity. من مميزات الألمنيوم إنه موصل جيد للكهربائية والحرارية and resistant to atmosphere corrosion، وبالإضافة إلى إنه مقاوم ل للكروجين للتآكل أو لتآكل المحيط أو للجو، تآكل الجو يعني مو مثل الحديد، يعني الحديد لما تركب الجو راح يتآكل بسبب إن طبقة الأكسيد اللي كونها الحديد تكون غير مستقرة، فتميل للتفاعل وظل تآكل عندنا بالمعدن إلى ويستمر عندنا التآكل ويصير عندنا صدأ بالحديد. بينما الألمنيوم يتكون أكسيد الألمنيوم. امتاز أكسيد الألمنيوم بأنه أكسيد ثابت لا يمكن تفكيكه أو من الصعوبة تفكيكه أن يتفكك، لذلك نشوفه يكون طبقة مانعة أو طبقة حامية على سطح المعدن يحمي المعدن من التآكل. ألمنيوم in oxide form، الألمنيوم بشكل أكسيد يعني أكسيد ألمنيوم is contained in 50% of earth crust. شكله بالقشرة الأرضية مثل ما قلنا يتوفر بشكل أكسيد الألمنيوم، يعني الأور، هذه انتبهوا الأور، الأور يكون بشكل يعني تواجد بالقشرة الأرضية بشكل أكسيد الألمنيوم، ومحتوى القشرة الأرضية من الألمنيوم يصل إلى من أكسيد الألمنيوم يصل إلى 15%، قلنا هو تقريبا الأوفر مقارنة بالمعادن الأخرى.
السورسز اللي هي المصادر، وراح نعرف من خلالها المينيرالز اللي نستخرج من عدا أو اللي تحتوينا على خام الألومنيوم. The most common aluminium mineral are alumina. Tetrahydrites as gypsites أو جبس. المصدر أو the most common أكثر شيوعا المينيرال الألومنيوم الأكثر شيوعا. إحنا قلنا حتى تصير الواضحة عندكم، قلنا عندنا مينيرال، عندنا مينيرال وعندنا أور. أوكي، قلنا المينيرال تحوي بداخلها على الأور، فهذه حتى تصير عندكم واضحة. فهسه الأور للألومنيوم هو الألومينة اللي هي أكسيد الألومنيوم. المينيرال اللي تتواجد به هذه الألومينة، عندنا عدة أنواع من المينيرال للألومنيوم. أول أنواعها هو الألومينة تتراهايد أو نسميها بالجيبسايت، اللي هي نسميه أكسيد الألومنيوم المائي Al2O3 3H2O، and ألومينة مونو هايدرايت as دايسبور. اللي هذه التتراهايدرايت يعني ثلاثية الأجزاء، الجزيئة المائية بها ثلاثية. هذه ألومينة قلنا هي الألومينة شنية، هي عبارة عن أطيان. فهذه الألومينة تتراهايدرايت، الهايدرايت هو الماء وتترا يعني ثلاثة، فهذه تحتوينا عن ثلاث ذرات ماء. والألومينة المونوهايدرايت، المونو يعني أحادية، هذه تحتوينا على ذرة واحدة من الماء، هذه يسميها بالجيبسايت أو الجبست، وهذه نسميها بالدايسبور. فعندنا نوعين من المينيرال اللي هو الجيبسايت والدايسبور. هذه نقطة أولى. Theoretical Al2O3 present in gypsite بهذه نسبة الألومنيوم موجودة بهذا النوع هي 65.4%، and in diaspore 85.4%. هذه نسب الألومنيوم الثيوريتيكال النظرية الموجودة بهذه النوعين من المينيرال. المينيرال الأهم أو الأكثر شيوعا وهو البوكسايت. إذن البوكسايت هو المينيرال المن للألومنيوم، هذه مهمة. بوكسايت is a mixture of these two minerals. فإحنا راح يكون عندنا two minerals للألومنيوم، خلينا نكتبها حتى تصير بشكل واضح. عندنا للألومنيوم أو عندنا الأور وعندنا مينيرال. الأور راح يكون هو أكسيد الألومنيوم، هذا اللي نستخلصه بعدين حتى نحصل من عنده بيور ألومنيوم. المينيرال، المينيرال اللي هو البوكسايت واللي يحتوينا على نوعين من المينيرال اللي هو قلنا الجيبسايت اللي هو أكسيد الألومنيوم ثلاثي الهيدرايت، والآخر اللي هو الألومنيوم أكسيد الألومنيوم أحادي الهيدرايت، هذا مونوهيدرايت وهذا تتراهيدرايت. هذا يحتوينا على ثلاث جزيئات ماء، وهذا يحتوينا على جزيئتين ماء، وهذول اثنيناتهم وين موجودين؟ بالبوكسايت اللي هو المينيرال. قلنا احنا الأور اللي هو هو فقط مركب واحد أور، هو Al2O3، هذا هو اللي هو الألومينة، هذا نسميه بالألومينة. بينما المينيرال قلنا ممكن انه يحتوينا على اكثر من أور، فهسه اللي هو البوكسايت هو مينيرال المن للألومنيوم، يحتوينا على نوعين من خامات او من المينيرال للأور للألومنيوم اللي هو الثلاثي والثنائي. فهذه المصادر، فالمصدر الأساسي أو المينيرال الأساسي للألومنيوم هو البوكسايت. إذا مكستر البوكسايت هو خليط من هذه النوعين من
two mineral and contain varying amount of impurities بالإضافة إلى بعض الشوائب. إحنا قلنا المينرال يحتوينا على الأور للمعدن الخام، يحتوينا على خام المعدن بالإضافة إلى الشوائب المحيطة به اللي هي راح تكون الشوائب الموجودة ويا الماجنتايت، عفوا الهيماتايت Fe2O3 وأكسيد التيتانيوم وأكسيد السيليكون. هذه الشوائب راح تكون متواجدة ويا the bauxite ores. الهسه الخامات اللي موجودة داخل البوكسايت found in India normally contain، هذه يعني قلك البوكسايت الموجود بالهند مثلا يحتوينا تقريبا من 85 إلى 67% من الألومينة، والألومينة قلنا هي Al2O3. These ore have high content of TiO اللي هو أكسيد التيتانيوم من 5 إلى 10% and low content of silica، وتحتوي على نسبة سيليكا تكون من 0.5 إلى 2. فهذا جاي يحكي لنا بصورة عامة عن السورس والمصادر اللي متواجدة بها ومتوفرة بها خام الألمنيوم. نجي إلى طريقة استخلاص الألمنيوم extraction of aluminium. The aluminium oxide اللي هو الألومينة، لما نقول ألومنيوم أوكسايد يعني الألومينة اللي هي Al2O3، هذه هي الألومنيوم أوكسايد. is very stable مثل ما قلنا. ليش قلنا هو مقاوم للتآكل؟ لأن الطبقة طبقة الأوكسيد اللي كونها على سطحها اللي هي Al2O3، هذه هي الصدأ مالته أو هذه هي القشرة اللي تتكون على نتيجة تأكسده يكون لنا أكسيد الألمنيوم. هذا أكسيد الألمنيوم يكون stable very stable، يكون جدا ثابت، مو مثل أكسيد الحديد يتفكك أو يتحول إلى ماجنتايت، مرة يتحول إلى هيماتايت ويظل يأكل بالمعدن. أكسيد الألمنيوم يكون ثابت ما يتفكك، لذلك نشوفه يكون طبقة حامية لسطح المعدن. فهذا احنا نريد نستخلص الألومنيوم من هذا الأكسيد الألومنيوم. فمن الصعوبة انه نفكك هذا المعدن. احنا كان عندنا مثلا الحديد عندنا Fe2O3، كنا هذا نسوي له عمليات أكسدة بمرحلة عمليات اختزال بالمرحلة الأولى حتى نحول خام الحديد إلى الهوت ميتال يحوينا على بيور ايرون. بينما هنا بالالومنيوم شلون سوينا هذه العمليه؟ سخنا الحديد وضفنا لعوامل الاختزال بحيث حصلنا على بيور ايرون. هنا هذه العوامل ما راح تنفع ويا الالومنيوم، يعني اكسيد الالومنيوم يكون جدا ثابت وجدا قوي، من الصعب تفكيكه بمجرد تسخينه واضافه العناصر. يعني مو مثل نصهره بالفرن وممكن انه نضيف له عناصر تتخلص من الاكسجين وبهاي السهوله نقدر نفصل الالومنيوم من الاكسجين مالته. هنا راح نواجه صعوبه لانه اكسيد الالومنيوم يكون very stable، يكون جدا ثابت ما يتفكك. The carbothermic reduction، والكاربوثيرميك ريدكشن اللي هي عمليات الاختزال حراريه وكربونية، إنه مثل الفرن العالي نسخنا وضفنا عوامل اختزال مثل الكربون والأكسجين، صارت عندنا تفاعلات ويا الحديد فقدرنا نفصل أكسيد الحديد من الحديد وحصلنا على المالتن ميتال. هنا هذه الطريقة ما راح نقدر نستخدمها مع الألمنيوم. The carbon thermic reduction of aluminium oxide has not devoted because، وهذه ما راح نمكن نجريها على الألومنيوم أو على أكسيد الألومنيوم حتى نحرر الألومنيوم من الأكسجين، ما راح نقدر نجري هذه العملية، وذلك بسبب الثلاث أسباب التالية. It requires very high temperature، أولا تتطلب درجة حرارة عالية جدا أعلى من 2000 درجة سيليزية. At that temperature وبهذه درجة الحرارة aluminium carbide is formed، يعني احنا اذا سخنا بدرجة حرارة اعلى من 2000 درجة سيليزية وتخلصنا بهذه الطريقة، اتفككنا الاكسجين على الالومنيوم، بعدين رح يجينا الكربون يتحد لنا ويا الالومنيوم يسوينا الالومنيوم كاربايد، وهذا احنا ما نريده. احنا نريد نحرر الالومنيوم، فاذا سخنا بدرجة حرارة اعلى من 2000 راح ممكن انه نفصل او نفكك الاكسيد الالومنيوم، ولكن انه رح يجينا الكربون مكانه ويكون لنا كاربيد الالومنيوم.
The refractory require مواد العازلة للحرارة اللي نستخدمها لبطانة الفرن حتى نصهر هذا المعدن بدرجة حرارة أعلى من 2000 درجة سيليزية. لازم الرفراكتوري ماتيريال نستخدمها درجة حرارتها أو مقاومة لدرجات حرارة العالية جدا، وهذه راح تكون سعرها جدا غالي. For such heat high temperature مثل هيج درجات حرارة refractory material is readily available and very expensive. يعني المواد اللي ممكن نخليها كبطانة للأفران النصهر بها تكون مو متوفرة أولا، وثانيا ثمنها عالي جدا حتى ممكن تقاوم لنا هيج درجة حرارة. فلذلك ما رح نقدر نستخدم هذه الطريقة اللي استخدمناها بعملية إنتاج الحديد، إنه ما نقدر نسخنه ونصهره ونضيف له عناصر تزيل لنا من عند الأكسجين، لأن أولا لازم إذا ردنا نسوي هذه الطريقة لازم درجة حرارة تكون جدا عالية أعلى من 2000 درجة سيليزية. إذا تفكك بدرجة حرارة الألف أعلى من 2000، إذا تفكك راح يتكون عندنا كاربيد الألومنيوم، وهذا مو مطلوب أو ما نريد إحنا. والرفراكتوري ماتيريال اللي تحتاجها حتى توافق هذه العملية وهذه درجات الحرارة راح تكون غالية جدا، وما ممكن بهذه الحالة تصير العملية مكلفة. لذلك راح شافوا هذه العلماء اللي أجروا عدة اختبارات على حتى يجدون طريقة يستخلصون بيها الألومنيوم من الخام. هذه هسه كلها اللي جاي نحكي بيه الريد، عندنا قلنا البوكسايت اللي هو المينرال، نريد نستخرج من عنده ونفصل من عنده الـ Al2 أكسيد الألومنيوم Al2O3 نريد نفصل من عنده أكسيد الألومنيوم. هذه كلها الحكي شلون إحنا مثلا بالحديد قلنا بالبداية نكسر نسوي له عمليات تركيز وإلى آخره من هذه العمليات، كانت عمليات بسيطة حتى نفصل الخام عن الامبيورتيز الوية. هنا أنا الطريق راح تختلف الطرق وتكون أكثر تحديدا. وبعدين هذه طريقة فصل الأكسجين من الألومنيوم أيضا راح تنحصل على بيور ألومنيوم. أيضا هذه الطريقة ما ممكن أن تتم بمثل الطرق اللي استخدمناها بالحديد، فراح نشوف الطرق اللي راح تستخدم بإنتاج الألومنيوم. The extraction of aluminium by the electrolysis of aluminium salt. فطريقة استخلاص الألومنيوم باستخدام خلية تحليل كهربائي أو تحليل أملاح الألومنيوم كهربائيا is an aqueous medium is not feasible. فتفكيك أو أنت استخلاص الألومنيوم by electrolysis of aluminium salt بتحليل أملاح الألومنيوم كهربائيا in aqueous medium يعني بوسط مائي، aqueous يعني مائي، بوسط مائي is not feasible غير ممكنة. هذه تعني غير ممكن. فعملية انه نفصل الألومنيوم او نستخلص الألومنيوم من أملاحة الكتروليتيا بوسط مائي، هذه العملية غير ممكنة. ليش؟ due to the decomposition of aqueous solution، بسبب انه راح يحدث عندنا تفكك للمحلول اللي جاي نستخدمه، المحلول المائي جاي نستخدمه، which results in اللي راح ينتج لنا in the evaluation of hydrogen، تحرر الهيدروجين at a much lower voltage بدرجة بفولتية أقل than that needed for the electro deposition of aluminium iron. يعني المحلول راح يتفكك إلى أيونات قبل ما الألومنيوم يتفكك، لأن المحلول المائي بفولتية أقل راح يتفكك قبل ما احنا نفكك الألومنيوم. مثل ما تعرفون خلية الكتروليتية شو نصير، عندنا محلول الكتروليتي وعندنا أقطاب اثنين، واحد سالب واحد موجب واحد كاثود واحد أنود، ونمرر بهم فولتين أو نمرر بهم فولتية تيار كهربائي. فلما نمرر تيار كهربائي واحد من هذه المحلول راح يتفكك أو
أولا هذا محلول الكترولوتي يتفكك إلى أيونات موجبة وسالبة، وكذلك هذه الأقطاب راح تتفكك إلى أيونات. فلو استخدمنا محلول مائي فهذا المحلول راح يتفكك قبل ما الألومنيوم أو أكسيد الألومنيوم يتفكك، فبهذه الطريقة تكون غير مفيدة أو غير ممكن أنه نستخلص من عندها الألومنيوم. لذلك hence they universally adopt process العملية الوحيدة أو الناجحة for extraction of aluminium is the Hall-Hellroth process. فالطريقة الأنجح لعملية استخلاص الألومنيوم من هذا الحكي كله، عملية استخلاص الألومنيوم راح تتم بهذه الطريقة اللي هي نسميها بالHall-Hellroth process. In which alumina، شلون راح تتم هذه الطريقة؟ إنه عندنا الألومنا اللي هي أكسيد الألومنيوم dissolved in chloride. فعندنا أكسيد الألومنيوم راح نذوبه بالكلورايت، والكلورايت اللي هو هذه صوديوم فلورايد فلوريدات وصوديوم وألومنيوم is electrolyzed تحلل كهربائيا. فعندنا راح نسوي خلية كهربائية راح تحتوي نحط بها الألومينة، والكلورايت هو راح يكون المحلول الإلكتروليتي لهذه الخلية. The ألومينة الأكسيد الألومنيوم يعني obtained from the Brier process. فهسه انتبهوا عندنا mineral، أوكي عندنا أور وعندنا المعدن، حصل على معدن pure metal. فعندنا ثلاث خطوات، المينرال قلنا اللي هو البوكسايت، الأور اللي هو الألومينة، نكتبهن بالأسماء وبالرموز حتى تبقى ببالكم. هذه الألومينة هي الأور، والميتال اللي هو الألومنيوم، أوكي. فالبوكسايت قلنا شنو يحتوينا بداخله؟ على الألومينة اللي هي أكسيد الألومنيوم المائي سواء ثلاثي أو أحادي Al2O3H2O أو بهذا الشكل. نحتاج أولا نحولها من هذا الشكل من البوكسايت إلى الألومينة اللي هي Al2O3، يعني نخلصها من هاي جزيئات الماء. فهذه الخطوة، هذه المرحلة الأولى نسميها هذه Step 1، تتم بعملية نسميها بالبير بروسس. فهذه المرحلة الأولى اللي هي مثل المينرال، شلون احنا عمليات اللي فصلنا بيها بالبداية الخام الحديد من الشوائب اللي كانت محيطة به. فهذه الطريقة راح تستخدم حتى نفصل الشوائب عن البوكسايت، أولا نخلصها من البوكسايت، بعد زين زي التركيز نسوي concentration. وهذه العمليات المينرال بروسسينج اللي ذكرناها بالبداية أيضا راح تتم بطريقة نسميها بالبير بروسسينج بروسس. هذه العملية الأولى، هذه العملية الأولى راح تحول لنا خام المينرال أو راح نستخلص الألومينة أو خام الحديد من المينرال مالتي. هذه الخطوة الأولى، فراح تكون شوفون عندكم بالمحاضرة عمليتين. العملية الثانية اللي راح نحول بعدين أو الألومينة إلى ألومنيوم، إلى معدن ألومنيوم بيور ألومنيوم، هذه اللي سميناها بالهيل هيرلوت بروسس، اللي هي هذه عملية إنتاج الألومنيوم، إنه نحول الألومينة إلى ألومنيوم. لكن قبل ما نحولها إحنا لازم نحصل على الألومينة أول، فلازم نجري ما يعنى بال بير بروسس حتى نحصل على الألومينة. بعدين هذه الألومينة نسويها هيل هيرلوت بروسس نحصل على الألومنيوم. فهذه إن شاء الله تكون واضحة. فالبير بروسس is a pure form the alumina obtained from the pier process. نحصل على الألومينة من عملية بير بروسس is a pure form to be used أز اللي حسف. هذا راح يعطينا بيور ألومينا هذه العملية حتى نستخدمها بعملية الإلكترولايت، بالعملية الإلكتروليتية in the electrolytic cell، بالخلية الإلكتروليتية. but this process consumes a large amount of electrical energy. لكن هذه الطريقة راح تحتاج إلى طاقة
كهربائية، باعتبار أنه إحنا عندنا خلية كهربائية وتحتاج أنه نسلط عليها فولتية. فأولاً راح نبدي بعملية البير بروسس. هذه شفتها شوية بيها صعوبة وتعقيد، وشارح هو خطوات متداخلة، فسويت لكم بيها ملخص. الملخص شفتوا كاتبة باليد، هذه تفصيل لهذه العملية. فهي هذه نفسها تقدرون تستفادون من الملخص، حتى يعني حاولت أخليه بصورة أوضح حتى تفهمون العملية بخطواتها. عندكم هذه الفلو شيت يمثل تسلسل عملية البير بروسس، اللي هي هذه العملية الأولى اللي راح نحصل بيها. إن عندنا البوكسايت راح نحصل من عنده على الألومينا اللي هي أكسيد الألومنيوم، اللي هي هذه المرحلة الأولى من إنتاج الألومنيوم. فراح نشوف شلون راح تتم هذه العملية. In beer process high purity alumina اللي هي Al2O3، هذه خلوها ببالكم. احنا هذه العملية راح نحصل من عندها على الألومينا Al2O3 اللي هي خام الألومنيوم. Is produced from bauxite. فهذا هو الغرض من هذه العملية، انه احنا عندنا ألومنيوم او راح نحصل على pure ألومنيوم من البوكسايت. راح ننتج هاي بيور ألومينا اللي هي أكسيد الألومنيوم من البوكسايت. The bauxite is leached. هذه العملية الأولى. The bauxite is leached. وليشت تعني يرشح. فالخطوة الأولى هي عملية ترشيح. Leached. The bauxite is leached. Leached يعني يرشح، يعني رشحه أو بهذا المعنى. By the sodium hydroxide. يستخدمون الصوديوم هيدروكسيد خلال هذه عملية الليشت. Under high pressure وبضغط عالي اللي هو 25 أتموسفير، يعني 25 مرة قد الضغط الجوي. And أو 25 ضغط جو. And a temperature at 220 degrees centigrade to form soluble sodium aluminum. فيعني راح تتم العملية انه احنا عندنا بوكسايت راح نسوي له ليتش او ليتشينج، نسميها عملية ترشيح. من هذه العملية وخلال هذه عملية الترشيح تتم بواسطة صوديوم هيدروكسيد، يعني هيدروكسيد الصوديوم. under high pressure لازم عندنا ضغط عالي أو ضغط نعم ضغط عالي، ودرجة حرارة توصل إلى 220 درجة سيليزية خلال هذه عملية الليش، إنه يكون عندنا الضغط 25 مرة من الهواء الجوي، من ضغط الهواء الجوي، ودرجة الحرارة 250 درجة سيليزية، ونضيف له هيدروكسيد الصوديوم NaOH اللي هو هيدروكسيد الصوديوم. فهذه عملية الليكينج أو الليتشينج، عملية الترشيح. From which من هذه العملية ايش راح نحصل؟ ألومنيوم AlOH by 3 اللي هو هيدروكسيد الألومنيوم is precipitated. راح يترسم عندنا هيدروكسيد الألومنيوم. The alumina is obtained by calcination of هيدروكسيد الألومنيوم. فناتج من بعد هذه العمليات نجريها نحصل على هيدروكسيد الألومنيوم. بعدين هذا هيدروكسيد الألومنيوم نسوي له كالسنايزيشن. الكالسنايزيشن انتبهوا، عندنا كالسنة وعندنا شو نسميها، أخذناها المحاضرة السابقة اللي هي التحميص اللي حكينا عنه الروستينج. فالفرق ما بين الكلسنة وما بين التحميص انه الكلسنة نحمي نسخن الى درجة شو تسوينا، الكلسنة تزيلنا الهيدروجين يعني تزيلنا الرطوبة، يعني مادة نسخنها بدرجة حرارة معينة حتى نزيل من عندها الرطوبة. فهذه لما نسخنها ونزيل منها الرطوبة، هي شنو هي الرطوبة؟ هي الهيدروجين. نزيل الهيدروجين شرح تتحول الى اوكسيد، تصير اوكسيد الألومنيوم. فهذه الكلسنة. أما الروستينج التحميص، التحميص لا، نزيد إلى درجة حرارة أعلى بحيث يصير عندنا أوكسيد، يتكون عندنا أوكسيد. فبعدين ما هذه نسوي لها عملية
كل سنة راح تتحول إلى ألومنيوم أو هيدروكسيد الألومنيوم، نسوي لك كل سنة نحولنا إلى الألومنا أو أكسيد الألومنيوم. فراح نشوف خطوات هذه العملية. Initially the bauxite obtained from the mine، البوكسايت اللي جايبينه من المنجم، الماينز اللي هي المناجم، is crushed underground، نكسره ونطحنه، هذه عرفناها. To very fine size to separate silica from bauxite، فنكسره ونطحنه إلى أحجام صغيرة حتى نقدر نفصل السيليكا اللي موجودة عندنا ويا البوكسايت. Since silica is concentrated، السيليكا راح تركز in the finer fraction، إلى أجزاء صغيرة ونفصلها. By comminuting، بعمليات التفتيت، alumina can be enriched in cross fraction. فالألومينا خلال عملية التكسير راح تصير بأجزاء كبيرة غنية بالمادة الخام. The crosser fraction are further ground، بعدين هذه راح نطحنها along with caustic soda. هذه الأول مرة مكسرناها إلى حجوم كبيرة وقلنا بعدين نطحنها. من يطحنوها ويضيفون وياها الكوستيك سودا in a ball mill، والبول ميل اللي هي طواحين الكرات، to form celery، حتى تكون لنا السلري. والسلري اللي هو يشبه شون يعني سائل وبي حبيبات أو مواد شو نسميها ناعمة، فهذا نسميه بالسلري. which is feed into the autoclave، بعدين هذه المادة السلري تكون راح نضيفه إلى هذا الجهاز الأوتوكلاف آت بدرجة حرارة 220 درجة سيليزية وضغط 25 درجة من الضغط الجوي. هذه هي العملية الليجد اللي حكينا عنها. فرح تمعدنا هذه العملية الأولى اللي سميناها بالليجد أو عملية الترشيح. The alumina in the bauxite، الألومينا اللي بالبوكسايت is dissolved in the caustic soda، فهذه الألومينا اللي بالأوكسايت راح تذوب بالكوستيك سودا، والكوستيك سودا اللي هي هذه السودا أو الصوديوم هيدروكسيد أو هيدروكسيد الصوديوم اللي حكينا عنه بهذه عملية الليتشنج، عملية الترشيح. فهذه العملية اللي نحكي بها هي عملية الليتشنج، ومثل ما بتشوفوها هسه بالمخطط هي أول عملية، إنه عدنا البوكسايت سوينا له كوميونيشن اند كلاسيفيكيشن، والكوميونيشن اللي هي عمليات التفتيت والتكسير، والكلاسيفيكيشن عمليات تصنيفها حسب الحجوم يعني سكرينينج والكلاسيفيكيشن. بعدها انتقلنا الى العمليه الاولى اللي هي الليتشنج باضافه الكوستيك سودا اللي هو هيدروكسيد او هيدروكسيد صوديوم، صوديوم هيدروكسيد، فيضيفون هذه الماده بدرجه حراره 220 درجة سيليزية وضغط عالي، راح نحصل البريجننت ليكوار. راح نشوف هسه تسلسل العمليات شلون راح يتم. فعندنا قلنا هذا هو شكل المينرال او هذا شكل الخام الموجود عندنا بالبوكسايت، انه يكون بشكل هيدرو اوكسيد الومنيوم مائي سواء ثلاثي او يكون عندنا هيدروكسيد الومنيوم او اوكسيد الومنيوم ثلاثي، وهذا الأحادي شوفون بي واحدة ماء وهذا بي ثلاثة ماء. فهذا هو شكل المينرال أو شكل الخام بالمينرال بالبوكسايد. فراح نضيف له صوديوم هيدروكسيد، هيدروكسيد الصوديوم اللي هو NaOH بدرجة حرارة والضغط اللي ذكرناهم، راح يتكون عندنا السوليبل صوديوم ألومينينت، هذا to form soluble صوديوم ألومينينت اللي هو محلول الألومينا يعني ويا الصوديوم اللي هو شوفون NaAlO2، هذا تكون عندنا محلول الصوديوم ألومينات. فهذا ينتج لنا من نفس يعني من نفس التو مينرالز هذول يعطونا نفس الناتج. And the impurities عفوا الشوائب present in bauxite الموجودة بالبوكسايت leave us suspending solid in the solution، فهذا صار بشكل محلول.
فالشوائب اللي موجودة ويا البوكسايت راح تظهر لنا بشكل suspended تعلق، يعني suspended تعلق. تذكرون بالكورس الأول أخذنا العوالق suspension شلون كون العوالق، فهذه الأجسام الصليبة اللي هي impurities هي بشكل أجسام صليبة راح تعلق in the solution بالسائل. The dissolution dissolution of the alumina monohydrate require a temperature of 230 degree and a time of 3 hour, whereas for the alumina tetrahydrate require a temperature 180 and a time of 1 hour. فالتحلل هذا أو المحلول حتى يصير لنا هذه التفاعلات يقول الألومينة أم الواحد ماء اللي بها هاي الماء ذرة واحدة تحتاج إلى درجة حرارة أو حتى تتكون لنا هذا المحلول لازم درجة حرارة 230 وتطول 3 ساعات، تحتاج وقت 3 ساعات، بينما هذا التفاعل الثاني اللي هو يعبر 3 و3 ماء فهذا يتطلب لنا درجة حرارة 180 وزمن التايم 1 hour حتى يتكون عندنا هذا ويتكون عندنا هذا. هذا يتكون ب3 ساعات بدرجة حرارة أعلى وهذا بدرجة حرارة أقل وبزمن أقل. Since the bauxite is a mixture لذلك نشوف البوكسايت هو عبارة عن mixture من هذولي الاثنين اللي هو الأحادي والثلاثي. The bauxite mixture of moderate and tetrate من ثلاثي وأحادي. The temperature used is درجة حرارة المستخدمة راح تكون ما بين 180 إلى 220 حتى سواء يتكون لنا هذا يتكون لنا يعني هذا يتفكك هذا يتفكك ما عندنا مشكلة. And the time allowed is 2.5 hour يعني ساعتين ونص. من كانت عندنا هذا قلنا هذا يحتاج 3 ساعات وهذا يحتاج ساعة، فساعتين ونص تكفيهم يتكونون اثنيناتهم. Under this condition تحت هذه الظروف الألومينا الناتجة أو نسبة الألومينا هنا راح تكون من 86 إلى 88% ألومينا in the bauxite goes into the solution. ف 88 إلى 86% من الألومينا راح تصير عندنا بالمحلول الناتج. At such high temperature بدرجة حرارة أعلى a sufficient high pressure sufficiently high pressure من 5 to 25 atmosphere must be applied in order to retain water in the liquid state. فإذا ردنا نسوي العملية أو بدرجة حرارة أعلى لازم نزيد الضغط، كل ما نزيد درجة حرارة لازم نزيد وياها الضغط. شفنا إحنا قلنا بظروف لازم درجة حرارة 220 والضغط 25 من الضغط الجوي. ليش؟ حتى لأن بهذه العملية عندنا الماء راح يتبخر، يعني احنا جاي نسخن بدرجة حرارة أعلى من 100 درجة سيليزية، الماء يغلي بالمية بعد المية يبدأ يتبخر، فاحنا ما نريد اللي يتبخر نريده يرجع، فشي يسوي؟ نزيد الضغط. لما نزيد الضغط نقلل من درجة حرارة التبخر أو نخليه يرجع يتكثف وما يخرج لنا، وهذه مو فد شي مهم. المهم بهذا الموضوع لخصت لكم بالعمليات يعني شلون هسه هذه اللاشينج شنو جاي يصير بيها، فلخصتها لكم بالملخص اللي شفتوه ويا المحاضرة. Then the liquid هسه تكون عندنا هذا المحلول اللي قلنا عليه هو عبارة عن هيدروكسي صوديوم الألومنيوم والصوديوم. Then the liquid is cooled بعدين وصار بعالق صار بشوائب بشكل عالق، فبعدين هذا المحلول راح وهذا السائل راح نبرده، وهذا المحلول مثل ما مذكور عندكم بالمخطط التالي يسمونه بالبريجننت ليكويد، مو قلنا راح تعلق به هذه الشوائب تصير بشكل عالق داخله فيسمونه بالبريجننت ليكويد عفوا ليكوار. الليكوار اللي هو الخمر يعني شلون يسموه هو هذا معناها الخمر او الخمور، فهو راح يصير عباره عن محلول بريجننت حامل يعني خمر حامل، يعني هذا الليكوار اللي هو راح يصير عبارة المحلول عبارة عن سائل وحامل بداخله هذه العوالق هذه البارتيكلز أو الشوائب اللي عالقة بداخله.
بعدين قلنا هذا راح يبردونه لدرجة حرارة below 100 degree centigrade، بدرجة حرارة أقل من 100 درجة. And settling of red mud is speeded up by the addition of thrust. بعدين راح يصير عندنا settling. Settling اللي هو الاستقرار أو الركود، راح تبدي عندنا يركد. Red mud طين أحمر، وعملية ركود هذه أو هذه العملية عملية الركود أو عملية إنه إحنا راح نخلي هذا يركز الريد ماد أو الطين الأحمر is speeded up تسرع by addition of thrush، والإسراج هو نشأ يعني يضيفون حتى يسرعون من عملية استقرار هذا الريد ماد أو هذه الحبيبات راح تبدأ تركض. Any remaining red mud، أي red mud راح يبقى بالسائل in the liquid is eliminated يزال by washing بالغسل with hot water. وهذه تمثل لنا العملية هذه settling، إنه هذه الحبيبات بدأت تركض وقطتنا إياها بشكل red mud بشكل أطيان حمراء يعني طين أحمر. بعدين الحبيبات راح تبقى راح تغسل هذه عملية الwashing بعدها بhot water. بعدها راح ننتقل إلى العملية اللي بعدها. Finally the liquid is filtered راح يصفى. The filter obtained is a clear solution، المحلول المصفى الناتج أو ناتج التصفية راح يكون a clear solution of sodium aluminate، فراح نصفي كأنه الشوائب ونحصل فقط على محلول الصوديوم ألومينينت اللي حكينا عنه اللي هو عبارة عن هيدروكسيد ألومنيوم وصوديوم. The residue left behind after، والمخلفات اللي راح يتركها بعد الترشيح يعني اللي صفيناها، شنو هي المواد اللي صفيناها؟ consist mainly of ferric hydroxide يعني هيدروكسيد الحديد الأحادي، سيليكا اللي هي أكسيد السيليكون، and non dissolved alumina والألومينا اللي ما ذابت. فهذه لهنا خلصنا مرحلة الفلتريشن اللي هي هذه مرحلة فلتريشن، غسلنا الزائد بعدين سوينا فلتريشن حصلنا على الهوت ليكور، رجعنا صار عندنا هذا خمر ساخن أو سائل ساخن اللي هو الصوديوم ألومينيت اللي حجينا عنه حصلناه بالبداية. وهنا عن درجة حرارة ساخن ليش؟ لأنه درجة حرارة بردنا إلى درجة حرارة أقل من 100 درجة سيليزية فبعده ساخن. فقلنا هذا راح تكون درجة حرارة السائل بعدها أقل من 100 درجة سيليزية فبعده بيحرورة. فهذه المرحلة اللي بعدها اللي هي مرحلة التبريد أو التخلص من الحرارة. The heat of the hot liquid هذا ال hot liquid راح نبرده is extracted الحرارة مالته راح تفرغ أو راح تستخرج by heat exchanger لمبادل حراري. وليش راح نسوي هذه العملية؟ For conservation and for cooling the liquid below the critical temperature required for alumina precipitation. وهذه العملية راح تتم حتى نخفض درجة حرارة السائل إلى درجة الكريتيكال تيمبرتشر، والكريتيكال تيمبرتشر هنا اللي هي درجة الحرارة الحرجة اللي نخلي الألومينا بريسبيتيت يعني أكسيد الألومنيوم يبدأ عندنا يترسب أو راح يترسب عندنا الألومينا بشكل هيدروكسيد. فراح تتم حتى نبرد لنا هذا الليكويد to below the critical temperature required إلى أقل من درجة حرارة critical temperature يعني أقل من critical حتى يبدأ عندنا for alumina precipitation حتى تترسب عندنا الألومينا. فبعد ما بردناه very fine هذه العملية نسميها بالheat extraction نسميها لكم بالمخطط، هذه عملية heat extraction راح تعطينا cool liquor صار عندنا الليكور بارد. راح يصير بعدها عملية البريسبيتيشن، راح نشوف شلون راح يصير عندنا عملية البريسبيتيشن شو راح يترسب عندنا. very fine freshly prepared alumina حبيبات ألومينا جدا
ناعمة مسبقة التحضير prepared ألومنا، يعني ألومنا عندنا راح نضيفها، عفوا ألومنيوم، ألومنيوم مسبق التحضير راح يضيفونه، ألومنيوم هيدروكسيد، هيدروكسيد الألومنيوم is added راح يضيفونه to create nuclei حتى يبدأ يخلق لنا nuclei، يعني تنوية تكون عندنا نويات أو تخليق نويات صغيرة in order to accelerate the precipitation of aluminium hydroxide حتى يبدأ يترسب عندنا الألومنيوم هيدروكسيد. يعني هسه احنا عندنا صار المحلول اللي حكينا عليه اللي هو عبارة عن صوديوم ألومينات قلنا سوليوشن، هذا راح نبرده والغرض من التبريد إلى درجة حرارة أقل من الكريتيكال حتى يبدي عندنا تترسب الألومينة. الألومينة شو راح تترسب؟ راح نضيف لها هيدروكسيد ألومنيوم بودر من هيدروكسيد الألومنيوم، حي هذا راح يساعدنا في عملية جريت نيوكليي يكون نويات، يعني راح يعمل كهو نويات من الهيدروكسيد الألومنيوم تتجمع عليها أو تترسب عليها أو تساعد أو تسرع لنا عملية ترسيب الألومينة بشكل هيدروكسيد الألومنيوم. فهسه ترسبت عندنا الألومنيوم بشكل هيدروكسيد. The precipitate is separated from the liquid. فهسه هذه حد ما ترسب عندنا هيدروكسيد الألومنيوم، هذه نسميها عملية بالبريسبيتيشن، عملية الترسيب اللي راح نحصل من عندها ويترسب من عندها هيدروكسيد الألومنيوم. هسه هذا هيدروكسيد الألومنيوم سيبريتد راح نفصله من الليكويد in the thickener بالثيكنر، والثيكنر اللي هي مسخن، يعني هو مسخنات، فيتم فصلها عن طريق استخدام هذه الثيكنر، وهذه العملية يسموها بالثيكنينج، عملية التسخين، ومذكورة عندكم بالفلو شيت اللي مرسوم عندكم. فراح يتم عملية فصله باستخدام الثيكنرز. And the product is والناتج is كالسنايد، الناتج اللي هو شنو هو هيدروكسيد الألومنيوم، فصلناه باستخدام الثيكنر راح يكون عندنا الناتج هو هيدروكسيد الألومنيوم. هذا ايش راح نسوي له؟ راح نحوله للعمليه الاخرى اللي هي الكلسنايد، از كلسنايد هذا الناتج راح نسوي له كلسنه، وقلنا الكلسنه انه نتخلص بها من الهيدروجين او من ذرات الماء او من الرطوبه، يعني نسخنه ونتخلص من الرطوبه. The product is كلسنايد in rotary kiln. فهذا مثل موقد دوار يستخدم بعمليه الكلسنه to produce هيدروس ألومينة، راح ينتج لنا الهيدروس ألومينة من عملية الكلسنة. فهذا هو المحلول، قلنا هي راح يتفاعل ويعطينا أو هذا المحلول راح نضيف له الألومينة حتى يترسب عندنا نضيف له هيدروكسيد ألومنيوم يبدي يترسب عندنا هيدروكسيد ألومنيوم. فهذا هو الراسب اللي حصلناه من عملية البريسبيتيشن. بعدين قلنا هذا هيدروكسيد الألومنيوم راح نسوي له عملية كلسنة حتى نحصل من عنده على الهيدروس ألومينة، هيدروس ألومينة اللي هي الألومينة وياها ماء، هذه نسميها بالهيدروس ألومينة، هذه هي الألومينة Al2O3 وهيدروس لأنه صار وياها ماء. Depending on calcination temperature اعتمادا على درجة حرارة الكلسنة resulting Al2O3 هذا الـ Al2 الناتج either a loose hydroscope يعني فاقد المائية، يعني هيكون على نوعين اللي هو هذا Cal2O3 اللي هو هذا بدرجة حرارة مسوي له كلسنة بدرجة حرارة 800 درجة سيليزية or more dense واللي يكون أكثر كثافة اللي هو رمزوا له Al2O3 هذا ناتج بدرجة حرارة أو عندما تكون الكلسنة بدرجة حرارة 1200 درجة سيليزية. But generally the product ولكن بالعام الناتج هو راح يكون خليط بين هذه النوعين سواء هذا أبو الـ A أو أبو الـ C is a mixture of both components due to flow rate of transformation. يعني كان راح يكون عندنا جريان أو معدل جريان التحول إلى آخره. هسه إحنا بهذه العملية حصلنا على الأكسيد الألومنيوم
فبهذه الحالة الطريقة احنا حولنا بهذه الخطوات اللي جريناها حولنا او استخلصنا من البوكسايت على اوكسيد الالومنيوم، حصلنا على اوكسيد الالومنيوم من البوكسايت. هسه هذا اوكسيد الالومنيوم راح نستخدمه لانتاج الالومنيوم. فهذه باقي العمليات، هذه الثيكنينج قلنا حتى نفصل الهيدروكسيد الالومنيوم، بعده سوينا له هذا هيدروكسيد الالومنيوم راح يسووا له عمليه كلسنه باستخدام هذا الروتوري كلان، هذه الكلسنايزيشن، هذه عمليه الكلسنه. نحصل بنعتها على الانهيدروس الومينا. انهيدروس الومينا يعني الومينا منزوعه الماء، يعني هم مو كانت الالومينا والماء متحدين سوا، نزعنا الماء او زلنا الماء من الالومينا فحصلنا على الالومينا اللي هي اوكسيد الالومنيوم. هذه اخيرا the effect of various factors، تاثير بعض العوامل على كفاءه عمليه بير اور بير بروسيس از as follow. فهذه بعض العوامل راح تاثر لنا على هذه العمليه اللي هي هذه الخطوه الاولى. The finer the bauxite، عندما يكون عندنا البوكسايت ناعم، the better dissolution of alumina in the liquid. فعند كل ما تكون البوكسايت ناعم كل ما تكون عملية ذوبان أو تفكك الألومينا بالليشينج ليكويد أفضل، اللي هذه بالمرحلة الأولى أو عملية الأولى عملية الليشينج. Wet grinding is more efficient than dry grinding، إنه تكون عندنا عملية الطحن wet بإضافة الماء رطبة مو dry grinding، فالأفضل إنه تكون عملية grinding wet. And also cut down the time required for the dislocation، وبالإضافة إلى ذلك تقلل لنا من الزمن المطلوب للتفكك أو تكوين المحلول، إنه بوجود الماء والرطوبة راح يزيد من عملية ذوبانية المواد مع بعضها وتفككها. Dissolution is accelerated by عملية تكوين المحلول أو الذوبان أو التفكك تتسارع by increasing temperature، بزيادة درجة الحرارة above 100 degree centigrade، بدرجة حرارة أعلى من 100 درجة سيليزية. Water would be evaporated، وبهذه الدرجة يبدأ الماء يتبخر. Hence high pressure up to 25 atmosphere applied to attain a temperature up to 220 degree centigrade. وهذه مثل ما حكينا انه درجة حتى نزيد من عملية تفكك المحلول او تكوين المحلول لازم نزيد درجة الحرارة، واذا زيدنا درجة الحرارة اعلى من 100 درجة سيليزية راح يبدأ عندنا هنا الماء يتبخر، وحتى ما نخلي الماء يتبخر راح نزيد الضغط، فراح تمكن هذه العملية بضغط 25 من الضغط الجوي. Are applied to attain a temperature، وهذا من ممكن نطبقه إلى أن تصل عندنا درجة حرارة إلى 220 درجة سيليزية. There is a lower limit to the temperature، below the limit عندنا أقل حد من درجة الحرارة. إذا نزلنا عنه below that limit alumina hydroxide may precipitate leading to loss of alumina. فإحنا عندنا هذه مدى من درجات الحرارة قلنا ما بين 100 إلى 220 درجة سيليزية، إذا سخننا بدرجة حرارة أقل من عندهم راح يبدي يترسب عندنا الألومنيوم هيدروكسيد، يترسب عندنا هيدروكسيد الألومنيوم، وبهذه الحالة راح leading to lose alumina، راح يؤدي إلى خسارة الألومنا. The sensible heat collected from the hot liquid، الحرارة اللي يعني اللي سحبناها من hot liquid is used for producing steam for dissolution، تستخدم حتى تنتج لنا بخار إلى عملية dissolution أو عملية تكوين المحلول. The inert amount of alumina in solution is not allowed، الكمية الألومينا entire amount of alumina in solution كمية الألومينا بالمحلول is not allowed to precipitate، مو كل الألومينا اللي موجودة بالمحلول راح تترسب، because it may be led to the simultaneous precipitation of this
salt silica. مو كل كمية الألوم لما نسوي precipitation لما نسوي ترسيب للهيدروكسيد الألومنيوم ما راح نخلي كل الألومنة تترسب بالقاع. قلنا عندنا بعض الألومنة راح تظل ويا الفلتريشن ويا المواد سويناها فلتريشن، لأنه من الممكن إذا سوى خلينا كل الألومنة تترسب راح يترسب وياها السيليكا وهذا إحنا ما نريده. Therefore precipitation is deliberately keeps incomplete. فلذلك عملية الترسيب لازم تكون incomplete غير مكتملة. The residual solution is recirculated to the dissolution stage. يسووا له العمليات يعني الناتجة أو نواتج هذه التصفية يعيدون يسووا لها recycling، يسووا لها إعادة إلى المرحلة اللي قبلها. For the efficient calcination of alumina, حتى تكون عندنا كفاءة عملية الكلسنة للألومنة, the rotary line should be applied to attain a temperature as high as 1400 degrees centigrade. فعملية الكلسنة حتى تكون كفوءة فالروتاري كاين هذه اللي قلنا المواقد تستخدم بعملية الكلسنة تكون بدرجة حرارة عالية تصل إلى 1400 درجة سيليزية. The decomposition of AlOH by 3 اللي هو هيدروكسيد الألومنيوم حتى يتفكك produce Al2O3 وH2O اللي هو هذا سميناه أحادي أو المونو هيدرايت إنه هذا أحادي ذرة الماء and tetrahydrite اللي هو ثلاثي ذرة الماء. Water is chemically bound. هذا مرتبط كيميائيا. The minimum temperature required for the dihydrate of the monohydrate and the tetrahydrate are 1400 هذا جاي نسخن احنا بالكلسنايزيشن لدرجة حرارة 1400 درجة سيليزية. يعني سخن لدرجة حرارة 1400 درجة سيليزية. ليش مو درجة أقل؟ يقول لأنه هذولي المركبات decomposition ممكن أنه هذا الألمنيوم هيدروكسيد يتفكك ينتجنا يرجعنا هذولي أكسيد الألمنيوم المونوهيدرايت أحادي ذرة الماء أو أكسيد ألمنيوم ثلاثي ذرة الماء. لأن هذول وين يتكونون؟ يتكونون بدرجة حرارة، هذا بدرجة حرارة 800 درجة سيليزية وهذا بدرجة حرارة 1200 درجة سيليزية. فلما نسخنهم إلى درجة حرارة أعلى يتفككون، يتفكك الماء عن هيدروكسيد الألومنيوم واللي هو هذا إحنا نريده، نريد نفككهم. فإذا كان درجة حرارة أقل راح يرجعون بهذا الشكل وإحنا نريد نفصلهم، فنسخنهم بدرجة حرارة لازم تكون أعلى من 1400 درجة سيليزية. فهذه النقاط مثل إن عوامل اللي تأثرنا على كفاءة هذه العملية. وبهذه اللي هنا خلصنا المرحلة الأولى اللي هي سميناها بالبير بروسس اللي قلنا هذه فقط أنه نفصل أكسيد الألمنيوم من البوكسايد حتى نستخدم هسه أكسيد الألمنيوم بعمليات الاستخلاص حتى نحصل على بيور ألمنيوم. وهذه اللي هنا خلصت ساعتنا الأولى، نكمل الجزء الثاني على الساعة التالية. فقط شفتوا هذه الملخص لهذه العملية الفيرست ستيج اللي هي المرحلة الأولى، مرحلة بير بروسس. هذا الهدف من العملية هذه المينرال للألومنيوم شنو هي، وهذه خطوات العملية اللي هو دامجها لكم سوا، سويت لكم إياها بشكل نقاط وكل عملية شنو الغرض من عدها وشنو راح ينتج من عدها. فتعتمدون هذا الملخص إن شاء الله يكون واضح بالنسبة لهذه العملية اللي نشوفت بها تعقيد ومتداخل العمليات بعض بعضها، فمن الصعوبة انه عليكم تفصلوها او تلخصوها، فلخصتها لكم وان شاء الله يكون واضح لكم. نكمل ان شاء الله الجزء الثاني على الساعة الثانية. نكمل ساعة الثانية. العملية هيرلوت بروسس اللي قلنا هي عملية إنتاج الألومنيوم. بهذه العملية راح نحول أكسيد الألومنيوم إلى بيور ألومنيوم.
راح نحصل من عنده على الفيور الألمنيوم. فهذا هو الغرض من العملية N1886 Hell in USA and Herlot in France independently patented a process for the commercial production of aluminium. فهذول العالمين قلنا يكتشفون هذه أو طورون هذه الطريقة لإنتاج الألمنيوم. This process is based on the electrolytic decomposition of alumina dissolved in liquid bath of chlorite. فهذه العملية راح تتم أو قاعدة هذه العملية تعتمد على electrolytic decomposition تحليل الكتروليتي للألومينا اللي هي أكسيد الألمنيوم بإذابتها dissolved in the liquid bath بمحلول سائل اللي نسميه او محلول سائل للكلورايت لمادة الكلورايت. A source of cheap electrical power is the primary requires for the Herlot process. فالمصدر الطاقة لهذه العملية هو مصدر كهربائي cheap electrical power باعتبار electrical power طاقة رخيصة is primary requires for the help. فالمصدر الطاقة المطلوب هو مصدر طاقة كهربائي which also require high purity alumina. بالإضافة إلى ذلك أنه تطلبين high purity alumina أنه هذه الألومينا تكون درجة نقاوتها جدا عالية chloride and ash carbon electrode. فهذه العملية شو راح تتطلب؟ تتطلب cheap electrical power كمصدر طاقة source of cheap electrical power. هذا المطلب الأول. ثانيا require high purity alumina. الألومينا تكون بدرجة نقاوة عالية بالإضافة إلى chloride أيضا يكون بدرجة نقاوة عالية and ashless carbon electrode. والكترودات اللي هي أقطاب مصنوعة من الكربون أشلس كربون يعني كربون خالي من الأش اللي قلنا هو الرماد. فهذه متطلبات هذه العملية. The electrolyze of aluminium from alumina استخلاص أو عملية استخلاص الألومنيوم بهذه طريقة الإلكتروليتية من الألومنا is done in an electrical cell بخلية تحليل الكتروليتي اللي راح نشوفها بالفيجر التالي اللي هي وهذا شكل الخلية. مثل ما قلنا انه الخلية تكون عبارة عن عندنا محلول الكتروليتي واقطاب ونوصلهم بتيار كهربائي وراح نشوف من شلون تتألف هذه وشلون يتم بناءها. The cell contains a rectangular refractory lined مبطنة من الداخل بالرفراكتوري ميتال ريكتانجولار ريفراكتوري لايند يعني شكل البطانة الداخلي يكون مستطيل لايند ستيل كونتينر يعني ستيل وعاء من الستيل ومبطنينه بالرفراكتوري هذا وعاء من الستيل خلينا نخلي عنوان. فهذا عبارة عن وعاء من الستيل ومبطنينه بهذه الرفراكتوري material. هذه هي conducting line تكون عبارة عن مادة مواصلة البطانة which is 5 متر long طولها 5 متر 2 متر wide وعمقها أو عرضها 2 متر والديب العمق مالتها 1 متر. The bottom of the container أسفل هذا الكونتينر أو هذه الحاوية is conducting موصل أو توصل and act as بأسفل هذه عندنا conducting موصل and act as a cathode which consists of refractory break of carbon bonded by turbine bender. مربوطة ب تار بندر. فالبوتوم اوف ذا كونتينر يعني اسفل هذه الحاويه is conducting
موصلة and act as cathode وراح تعمل ككاثود. وإحنا عقلنا خلية كهربائية راح تكون بها قطبين، واحد أنود واحد كاثود. فهذه البطانة أو هذه القاعدة الأرضية مالتها راح تعمل ككاثود which consist of راح تتكون من refractory bricks طابوق اللي هو طابوق العازل أو طابوق الحراري of carbon bonded هذا مصنوع من carbon bonded by مربوط ب tar bender يعني مربوط ب البندر يعني غلاف والتار اللي هو القطران أو شو نسميه الجير يعني لافينة مربوطة بجير أو شلون يعني مزفتينة iron blade and iron bar بليزة من الحديد وبار اللي هو يعني قضيب من الحديد are embedded embedded مطمور in the carbon mixed بهذا خليط الكربون for good conduction حتى يصير عندنا توصيل جيد to form cathode حتى يكون لنا الكاثود. فمو قلنا هذه البطانة أو هذه القاعدة السفلية عبارة عن refractory break هذه refractory break قلنا مسوي لها أو ضايفي لها الكربون مغلفة بكربون الكربون مغلفينه بغلاف من الجير مثل ما نقول ومدخلين مبيدد ان فعندنا هذه القضوان من الستيل او من الحديد عفوا من الحديد وبليتها من الحديد مطمورة بداخل هذه القاعدة شوفوها داخل هذه الرفراكتور ماتيريال حتى تسوي لنا توصيل جيد حتى تكون لنا الكاثود. فهذه القاعدة كلها تمثل لنا الكاثود. الانود شنو هو؟ هسه القاعدة هي عبارة عن قلنا البريك الرفراكتوري بريك الطابوق اوف كاربون مصنوع من بكاربون بوند بوندد ومربوط بالجير ويحتوينا بداخله على ايرون بليت او ايرون بار حتى تعمل كموصل جيد للحرارة او كموصل جيد يعني باعتبار انه حسين المرور تيار كهربائي واللي هو هذا كون ان الكاثود. هسه الانود شو راح يكون؟ الانود are one of two forms راح يكون بشكلين. firstly the anode may be pre-baked carbon يعني pre-baked يعني مسبق شو نسميه baked يعني مخبوز شلون ما نقول محمصينه هذه الصوره يعني مسبق التحميص هيك معناه بهذا من خلال الشرح هتعرفوا شنو الفرق بيناتهم يعني كانه مشكلينه وصاير بشكل يعني كتله مو بشكل بودر وانما كتله واحده pre-baked carbon electrodes اقطاب من الكربون شلون يعني الاقطاب هذه تشوفوها اذا شايفين داخل الباتريات يكون عندنا قطب هيك من الكربون ويكون صلب يعني مو بشكل بودر هذا يعني دائما يستخدم حتى بالباتريات مو كموصلات that are replaced يبدل from time to time من وقت الى اخر فاما يكون بشكل هذه بشكل pre-baked carbon electrode وهذول يستبدلوهم بين وقت واخر لانه راح يستهلك او قبل ما نجي الى او embedded in هذا مطمور in the anode داخل الانود مطمور عندنا is a copper bar هسه الكاثود مطمور ب iron plate أو iron bar هنا الانود مطمور ب copper bar وهذا ايضا للتوصيل for contact with the seal bus bar حتى يوصل لنا الدائرة الكهربائية up to 24 anode from the complement of one cell على اكثر من 24 انود يكملون الدائره يكملون دائره واحده the average life is 8 to 10 day عمر هذه الاقطاب يتراوح ما بين
8 إلى 10 أيام. Secondary النوع الآخر، هذا النوع الأول اللي هو قلنا anode may be baked carbon electrode. النوع الآخر the continuous electrode، يسمونه بالcontinuous electrode، القطب المستمر. شلون؟ by continuous feeding، راح يكون عندنا عملية تغذية مستمرة carbonaceous based. البيست هي عجينة، فعندنا عجينة من الكربون جاي يغذوها بصورة مستمرة. hot mixture، وهذه العجينة شلون راح تكون؟ عبارة عن hot mixture، خليط ساخن of 60-70% بتروليوم or beach cook أو فحم and 30% بندر اللي هو قلنا اللي هو عبارة عن مادة تشبهنا الاسمنت، مثل ما احنا قلنا عندنا تار بندر اللي هو مثل الجير واسمنت نايفيلا وهيجي شي، يعني فد مادة تشبه الاسمنت. فهذه العجينة متكونة من هذه المواد. Into the steel mold، فيعني عندنا قالب من الستيل كأنه، وهذه الحشوة جاي تعبى بصورة مستمرة داخل هذا القالب وتعمل كأنود، فيصير تعبيتها بصورة مستمرة. شلون يعني؟ تخلص كمية ويضيفون، تخلص فهذا الالكترود راح يبقى مستمر، مو مثل ذاك قلنا راح يكون بشكل قطب أو قضيب، وهذا القضيب راح يستهلك. فهذا عبارة عن مادة وتعبى داخل هذا الستيل مولد، داخل هذا القالب من الستيل. The carbonous based، هذه العجينة من الكربون is baked. هسه هذه نشوف الفرق هنا، هذه قلنا pre-baked يعني مخبوزة مسبقا، يعني هي كانت بشكل عجينة مسوينها وسووها بهذا الشكل وحمصوها كأنه بالفرن فصارت بشكل صلب، هذا النوع الأول، فيسمونه بالpre-baked carbon electrode، قطب من الكربون مسبق التحميص أو مسبق التحضير بهذا الشكل. بينما هذه قلنا هي عبارة عن عجينة، يعني عجينة كأنه مكونة من مواد بعدها، يعني شلون كلها متفتفتة كلها ناعمة ومسوينها مع بعضها وجاي يعبوها داخل هذا المولد اللي هو مباشرة راح يكون هذا هو الأنود، قطب الأنود. شلون راح تحمص هذه المادة؟ ما راح يجولها تحميص، وإنما بكت in the seal itself، وهي بداخل الخلية راح يصير لها تحميص. During electrolysis by the heat resulting from the resistant offered to the passage of electrical current، فخلال مرور التيار الكهربائي ما راح تتولد حرارة مباشرة، هي هذه الحرارة راح تسوي لها بكت، راح تخبز إن هذه المادة أو العجينة اللي ضفناها. The bucket and the act as anode، وهذا راح نعمل قلنا كأنود. The bucket carbon anode اللي هذا البكت carbon anode and the lining cathode، فصار عندنا بكت carbon anode هذا الأنود واللايننج cathode، والبطانة صارت هي الكاثود. must be sufficiently strong، لازم يكون قوي من 250 to 300 kilojoule على السنتيمتر المربع of compressive strength، إنه يكون مقاومته قوية للcompressive، فتتراوح مقاومته ما بين التالي: and density، وكثافته تكون أقل بالمية أو كثافته عالية، هذه خواصة مو مهمة يعني. الالكتريكال كونتاكت از استابليش باي، التوصيل الكهربائي راح يتم عن طريق باي روز اوف ايرون بنز، عن طريق صفوف من الحديد اتاج تو ذا كيسينج، الى موصولة الى كيس يعني الى حاوية خارجية، اون تو الومنيوم باس بار، وإلى ألمنيوم بار، والألمنيوم باس بار اللي هو شريط ناقل ألمنيومي مصنوع من الألمنيوم. فهذه الإلكتريكال كونتاكت توصيل كهربائي راح يتم عن طريق روز أوف أيرون
صفوف أو عندنا من الحديد موصولة إلى كيسينج إلى حاوية and to aluminium bus bar وإلى شريط ناقل ألومنيومي which also help to carry the weight of the اللي يساعد بحمل وزن ال الالكترود حمل وزن الالكترود. فمثل ما تشوفون هذه الانوتس اللي قلنا يكون من الكربون او البيكد كربون الكترود, وهذه هي الكاثود اللي قلنا عبارة عن المادة الرفراكتوري ومبطنينها بكربون عندنا وضايفينها هذه القطع من الحديد حتى توصل لنا كهرباء, وبينما هذه قلنا نضيف لها قطع من النحاس. As the electrode is وهذه بعدين الالكترود موصليها إلى قضبان من الحديد بعدين إلى كيس من ال... والكيس مربوطة إلى شريط من الألمنيوم وإلى آخره حتى يتم عندنا توصيل الكهرباء. As the electrode is consumed بمجرد ما أنه الالكترود يستهلك and lowered into the electrolyte ويدخل يعني هذا الالكترود راح يتفكك ومن يتفكك راح يتحلل وين إلى داخل الالكتروليت, والالكتروليت اللي هو المحلول اللي موجود داخل الخلية. فمجرد ما أنه هذا يستهلك الأقطاب تستهلك وتتحلل داخل المحلول الالكتروليتي the sheet aluminium casing melts joins the electrolyzed metal in the bottom of the cell. فغلاف أو شيت ألومنيوم كيسينج ملتين فراح ينصهر عندنا هذه الكيس اللي هو قلنا كيس من الألومنيوم راح ينصهر جوينت ويربط لنا the electrolyzed metal المعادن الالكتروليتية in the bottom of the cell اللي هي بأسفل الخلية. يعني هذه من تم عملية توصيل كهربائي راح تربط عندنا الدائرة بهذه الصورة. A tab hole for the collection of molten aluminium metal is located on the bottom of the furnace. وعملية تفريغ تتم من أسفل عندنا فتحة سفلية لتفريغ المولتن ميتال. The density of the bath, الباث اللي هو المحلول اللي راح يصير عندنا هنا نسميه بالباث. ف must be less than the liquid aluminium. فهذا المحلول لازم يكون كثافته أقل من الألمنيوم حتى الألمنيوم يركد والمحلول هذا يبقى طافي إلى الأعلى. Or less the laboratory metal will float and upset seal operation. Molten aluminium is collected at the bottom. والمعدن المنصهر راح يكون بالأسفل أسفل الخلية. As its density وكثافته راح تكون 2340 كيلوغرام على المتر المكعب is higher than that for the electrolyte. فتكون كثافة الألومنيوم هي الأعلى من بين الألكتروليت وما بين الباث اللي هو المحلول الموجود حتى يبقى عندنا راكد عندنا المعدن بأسفل الخلية. Since alumina is not ionic component, الألومنة هي مو مادة أيونية. Very few ionic metal are capable of dissolving it. هو مو مادة أيونية الألمنيوم أو أكسيد الألمنيوم مو مادة أيونية, فقليل جدا المواد اللي ممكن إنه تحلله dissolve it to any abrasible extent. However, chloride لذلك اختاروا الكلورايد. فالكلورايد اللي هو عبارة عن NaF فلوريد الصوديوم وفلوريد الألمنيوم A natural occurring mineral وهذا عبارة عن mineral مكون طبيعيا can dissolved up to 50% of alumina at 1000 degree centigrade. فهذا عبارة عن مركب قوي قلنا من الصعوبة تفكيكه, فوجدوا انه فقط عندنا الكرولايت اللي هو هذا عبارة عن مينرال مكون طبيعيا أو مادة مكونة طبيعيا تتكون بالطبيعة, فوجدوا أنه فقط هو هذا من الممكن أنه يذيب لنا أو يفكك لنا أكسيد الألمنيوم, أو فقط 15% من أكسيد الألمنيوم بدرجة حرارة 1000 درجة سيليزية.
فاستخدمه الكلورايد في هذه العملية. فالكلورايد has been successful synthesis by passing hydrogen fluoride through sodium aluminate solution. راح يعمل بشكل ناجح عندما يمررنا فلورايد هيدروجين فلوريد الهيدروجين خلال الصوديوم ألومينايت اللي هو هذا المركب محلول هذا المحلول الناتج بعد ما راح يضيفون عندنا الكلورايد ويا الألومينا. The hydrogen fluoride is produced from the naturally occurring. الهيدروجين فلورايد ناتج لنا من هذا من هذه. أو مثل ما تشوفون هذه العملية عندنا هذه طبعا ما مطلوبة هذه المعادلات ولكن للتوضيح إنه عندنا فلوريد الكالسيوم ويا هيدروكسيد المحلول الهيدروكسيدي ويكون الهيدروكسيد اللي هو هذا فلورايد هيدروجين فلورايد هذا راح يتفاعل إنه ويا هذا المحلول حتى ينطينا هذا الناتج اللي هو NaCl اللي راح يكون لنا هذا اللي هو الكلورايد. هذه طريقة شلون يتكون عندنا الكلورايد. فهذه مو مهمة إنه إحنا راح نستخدم الكلورايد كمحلول الكتروليتي لأنه هو فقط اللي ممكن يذوب لنا 15% من الألومينا وبدرجة حرارة 1000 درجة سيليزية. هذا المهم من الموضوع. بسم الله يعني ليش استخدمهم الكلورايد؟ لأنه فقط هو اللي قدرنا من خلاله نسوي ديسولف إذابة للألومينا. فقط هو الممكن يذوب لنا الألومينا. Small amount of CaF and NaF are added to the chloride bath to enhance its conductivity. فيضيفون كمية من فلوريد الكالسيوم فلوريد الصوديوم إلى الكلورايد باث والكلورايد باث اللي هو الحوض اللي يحتوينا على الكلورايد اللي هو داخل الخلية يحسننا من الكوندكتيفيتي يضيفون هذه الإضافات حتى تحسننا من التوصيلية and to improve the metal recovery وتساعدنا أو تحسن لنا عملية استرجاع المعدن. كلورايد ميتال at 919 degree centigrade. الكلورايد ينصهر بدرجة حرارة 990 درجة سيليزية. At which temperature it will take up to 10% of its weight of alumina. Which temperature it will take اللي تاخذ 10% of its weight of الألومينا من وزن الألومينا هذه درجة الحرارة اللي يحسبون طريقة حساب درجة الحرارة at 1000 degree the density of the molten chloride is approximately 2100 kilogram per meter cubic فبدرجة حرارة 1000 درجة سيليزية راح يصير محلول الكلورايد أو منصهر الكلورايد كثافته 2100 and that of alumina وكثافة الألومينا is 3000 فنشوف الألومينا هي الأثقل حتى ينزل إلى الأسفل which sink at the bottom of the cell فهذا أكسيد الألومينا راح يغطس بأسفل الخلية when the bath containing about 10 عندما رضفنا يعني السائل راح يحتوينا أو داخل الحوض راح يحتوينا 10% فلوريد كالسيوم 80% كلورايد and 5% أكسيد ألومنيوم and a small amount of NaF is electrolyzed راح يتحلل كهربائيا the aluminium هذا هو المحلول اللي موجود هسه يحتوينا هذه كميات و 80% كلورايد و 5% أكسيد ألومنيوم. The aluminium density لكثافته 2000 is liberated يفصل which is heavier than the bath راح يكون أثقل فينفصل and collect at the bottom of the bath هذا ما بيفي شيء جديد. In this way the aluminium metal is protected against atmosphere oxidation. وبهذه العملية راح يمكن نحمي المعدن المنصهر أو الألومنيوم المنصهر من التأكسد قلنا إحنا كثافته راح تكون أعلى فراح يكون المعدن أو الألومنيوم اللي جوه والباث اللي هو يحتوينا على الكلورايد اللي هو المحلول الإلكتروليتي ويا هذه فلوريد الكالسيوم ويا أكسيد الألومنيوم ويا شوية فلوريد الصوديوم هذا هو نسميه بالباث فهذا يكون كثافته أقل فراح يطفو للأعلى والألومنيوم يكون
للأسفل، وهذا رح يعمل مثل الإسلاق إنه يحمينا المعدن من التأكسد، رح يعزل لنا المعدن عن الهواء الجوي فيحمي عندنا من التأكسد. The density is one of the factors which limits the concentration of aluminium oxide in the bath. فالكثافة هي العامل الأساسي وهي أحد العوامل اللي limit تحدد لنا تركيز الألومنيوم بالباث. يعني إحنا ممكن هذا الباث يحتوي لنا على نسبة من أكسيد الألومنيوم، فهذه نسبة أكسيد الألومنيوم متبقية بهذا الباث إيش قد نسبتها تعتمد لنا على الدينسيتي على الكثافة. The higher the amount of aluminium oxide in the bath، إذا كان هذا الباث يحتوي لنا على نسبة ألومنيوم أو أكسيد ألومنيوم أعلى، the higher it is density and consequently the sink of aluminium is render more difficult. يعني شلون؟ يعني ها احنا قلنا رح يصير عندنا طبقتين، طبقة الألومنيوم المنصهر، هذا ألومنيوم صار بيور، وفوق الباث، وقلنا هذا الباث شنو يحتوي لنا؟ هذه المكونات اللي ذكرناها هنا، كرولايت ويا نسبة من الألومنيوم أوكسايد، فبيه نسبة 5% من الألومنيوم كلور ألومنيوم أوكسايد. فكثافة هذه الكلورا الباث قلنا تكون 2000 تقريبا، بينما كثافة الألومنيوم 3900 تقريبا، فهذا كثافته أعلى فيبقى غاطس إلى الأسفل وهذا يصعد فوق يطفو فوقه. فإذا زادت هذا علم من هذه النظرية تعتمد على كثافة الباث. كثافة الباث على شنو؟ توقف على نسبة أكسيد الألومنيوم اللي بيها. فإذا كانت نسبة أكسيد الألومنيوم عالية باعتبار الألومنيوم كثافته أعلى، فراح يزيد لنا من هذه كثافة الباث. فإذا زادت كثافة الباث راح يختلط، كأنه يختلط الألومنيوم ويا الباث، ما راح ينفصلون، فلذلك تعتبر الكثافة مهمة. Of zinc aluminium is rendering more difficult. ففصل الألومنيوم عن الباث راح تكون عملية صعبة أو راح واجه صعوبة. Depth of electrolyte is maintained at about 0.25 millimeter. العمق الإلكتروليت أو مادة الإلكتروليتية راح يكون ربع متر. During operation the cell is filled with، العملية شلون راح تتم؟ إنه الخلية راح نمليها بالكلورايد and the anode is lowered into that، وينزلون الأنود القطب داخل الكلورايد. Current is bath، يمررون باث أو فن، يمررون تيار كهربائي through the seal until the chloride melt، حتى الكلورايد ينصهر، قلنا بينصهر بدرجة حرارة 990. When the bath attains the molten state، عندما انصهر عندنا وتكون عندنا الباث، then only alumina is charged into the seal، راح يضيفون الألومينا إلى السيال. The alumina decomposes، راح تتفكك الألومينا to aluminium and oxygen، ومن يصير عندنا الخلية كهربائية ويتفكك، فيصير تتفكك بشكل، تفككت هذه الألومينا ضفناها فتفككت إلى ألومنيوم وأكسجين، which is an endothermic reaction، وهذا التفاعل يكون endothermic، يكون ماصل الحرارة. Necessary heat is supplied، فلذلك راح يضيفون حرارة by the resistance offered by both the electrode and the electrolyte، والحرارة راح تتولد من عندنا من الإلكترود أو من الأقطاع. هذه التفاعل التفكك شلون راح يتفكك أكسيد الألومنيوم. فبهذه الطريقة حصلنا على الألومنيوم، إنه بصورة بسيطة وبدون هذا الحكي المعقد كله، عندنا خلية كهربائية، هذه الخلية مكونة من قطبين كاثود وأنود. الكاثود راح يكون هذا الرفراكتوري ماتيريال، ضايفين وياه كربون ومدخلين به شياش من الحديد حتى عمود توصيل كهربائي. الأنود راح يكون عبارة عن أقطاب من الكربون، والكربون راح يصير بنوعين، يا إما مسوي له بريباكت محمصينه من قبل، أو يضيفونه بشكل عجينة وخالينه بداخل مولد ستيل ويعبون به، وهذا راح يربط إلى التيار الكهربائي. فلما نيجي نسوي الخلية، المحلول الإلكتروليتي المستخدم هسه الأنود صار هذا refractory material، الكاثود صار الكاثود هذا، الأنود صار هذه الأقطاب من الكربون، محلول الإلكتروليتي هو الكلورايد، ونضيف الألومينا بي، فتبدأ تتفكك الألومينا، نصهر الكلورايد، إنه بنضيف الألومينا تبدأ تتفكك الألومينا إلى ألومنيوم وأكسجين، فنحصل على بيور ألومنيوم. هذا ملخص الحكي.
The factor effect electrolyte. العوامل اللي تأثر لنا على هذه العملية الإلكتروليتية. The certain operation factor which affect the chloride of aluminium are as follows. العوامل اللي تأثر لنا على عملية أو على عملية التحليل الإلكتروليتي للألومنيوم هي التالي. The bath temperature. درجة حرارة الباث. والباث عرفنا اللي هو المحلول الإلكتروليتي والشوائف كأنه اللي متحتوين به. Is an important factor. هذا عامل مهم. As a rule, an increase in temperature decreases the current efficiency. زيادة درجة الحرارة تقلل لنا من كفاءة التيار. For every 4 degree rise, كل 4 درجات ترتفع the bath temperature. كل ما درجة الحرارة ترتفع 4 درجات, the current efficiency fall by 1%. فكل ما تزيد درجة الحرارة 4 درجات, الكفاءة التيار راح تقل بدرجة واحدة. The higher the temperature, the more number of side reaction and the greater the dissolution of metal in the bath. Because the higher the temperature, لأن زيادة درجة الحرارة, the more the number of side reaction, راح تساعدنا تفاعلات, and greater the dissolution, راح يزيد لنا من ذوبانية المعدن بالبعث بهذا المنصه. The higher, فهذه انه درجة اولا هي درجة الحرارة, درجة حرارة البعث. كل ما زيد درجة حرارة البعث راح يقل عندنا كفاءة التيار. هذا ملخص هذه النقطة. النقطة الاخرى, the higher the current density, زيادة الكثافة التيار. كل ما زيد كثافة التيار, the greater the current efficiency, زيد لنا من كفاءة التيار. فزيادة كثافة التيار زيد من كفاءة التيار. Therefore the current density is maintained a very high value. فصير عندنا كثافة التيار بدرجة عالية. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة, the lower the density of the bath. وهذه اللي قلنا شلون تأثر كثافة الباث على العملية. The higher the rate of separation. فكل ما راح تزيد عندنا أو كل ما تقل عفوا density of the bath, كفاءة أو عفوا كثافة الباث, the higher the rate of separation. قلنا كل ما تكون الباث, قلنا الباث هو راح يكون أعلى من المعدن المنصهر. فكل ما كان الباث كثافته أقل, كل ما كان أفضل حتى يبقى طافي على سطح. Of the metal liberated from the bath, حتى تصير عملية فصل الألمنيوم عن الباث سهلة. The density can be lowered by using, ممكن أنه نقلل density بإضافة high ALF or using a high aluminium fluoride to sodium fluoride ratio. A ratio of slightly reser, هذه التفاصيل لا تدخلون بها, انه احنا هذه نقطع عفوها لحد الان, يعني ناخذ ملخص هذه النقاط فقط. شنو تاثر هذه, شنو يزيد, شنو النقص. فنحن الدنسيتي, lowering the density of the bath, نقلل كثافه الباث. كل ما قللنا الكثافه راح يزيد لنا من معدل فصل ما بين المعدن وما بين الباث. فهذه لا تاخذون الحكي كله, فقط ملخص هذه النقاط. The current efficiency is also affected by the interpolar distance. كثافة التيار راح تتأثر لنا by the interpolar distance, بالمسافة ما بين الأقطاب. تتأثر لنا بالمسافة ما بين الأقطاب. Which is the distance from the bottom of the anode to the top of the molten bath. اللي هي المسافة ما بين bottom of the anode, يعني بين نهاية الانود وما بين الباث. هذا مو الباث كنا, في هذه المسافة, هذه هي الانتربولر ديستنس. فتعتمدنا على هذه المسافة, هذه كفاءة التيار. The current efficiency increase along with the interpolar distance, reaching a maximum about 90% when the distance is about 0.65% من المتر. 65% من المتر هذه تكون تعطينا الماكسيمم, توصل لنا الكفاءة للماكسيمم. فهذه المهم, يعني انه هذه شلون تأثر. مثلا الكرنت current efficiency
شنو علاقتها بالانتربولر ديستنت، هذه تزيد هذه شو يصير بيها. فهذه النقاط المهمة. التيمبريتشر باث، إذا زادت التيمبريتشر باث شنو راح يقل، وهكذا. زيادة الكثافة التيار شنو تسوي، فهج العلاقة تأخذوها علاقات طردية وعكسية، شنو يأثر على شنو. هذه الصورة تفهموها من هذه النقاط. يعني تلخصوهن، مو كل الحكي مطلوب. آخر شيء the cell efficiency، كفاءة الخلية، can be improved، من الممكن أن نحسنها by strictly controlling the addition of alumina، بالسيطرة على إضافة الألومين، الألومين المضافة. the current efficiency is minimum، راح تكون قليلة كفاءة التيار. when the oxide aluminium content in the bath is 4%، at values lower and higher than 4% the current efficiency increase، يعني تقل كفاءة التيار إذ ما تكون عندنا نسبة الألومينة بالباث 4%، ولكن إذا كانت نسبتها أعلى أو أقل، يعني أعلى من 4% أو أقل من 4%، راح تزيد لنا من الكفاءة، تزيد عندنا كفاءة التيار، بس عند الـ 4% تنخفض. فهذه هي الفاكتور اللي تأثر لنا على هذه العملية. هسه اللي حصلنا من هذه العملية اللي حكيناها هي الهاند هار لوت، حصلنا على ألومنيوم. هذا الألومنيوم حصلنا ما راح يكون بيور ألومنيوم، راح يحتاج إلى عملية ريفايننج. يعني شلون احنا من حصلنا على الهوت ميتال بعدين قلنا هذا الهوت ميتال راح نسوي له ريفايننج حتى نحصل على الستيل، فنفس الحالة. فهذا الألومنيوم حصلنا مو بيور، راح نسوي له عملية ريفايننج، عملية تكريم. The purity of aluminium metal produced by Hall-Hirlot process is about 99.5%. فنسبة النقاوة اللي حصلناها من هذه العملية للألومنيوم هو 99.5%. This is sufficient for most alloy purpose، وهذا راح يأثر لنا على معظم أو هذا يكون مناسب إذا كانت عندنا سبيكة، سبيكة ألومنيوم. يعني هذا يعتبر بما أنه مو بمية بالمية النقاوة، فهذا يعتبر سبيكة ألومنيوم، مو ألومنيوم نقي. However for electrical application، بالتطبيقات الكهربائية، and for canning a high degree of purity is required، فهذه التطبيقات تطلب لنا إلى نقاوة عالية، أو يكون الألومنيوم بدرجة نقاوة عالية. to achieve this، حتى نحصل على هاي high purity، النقاوة العالية، an electrolytic method، طريقة إلكتروليتية، إذا تحليل إلكتروليتي is used، راح تستخدم، which is also known as the three layer process، تسمى بطبق عملية ثلاث طبقات. the graphite electrode، أقطاب من الجرافايت is used often as cathode، ككاثود، and carbon bottom act as anode، وقاعدة من الكربون تعمل كأنود. electrolytic refining take place in cell in which the anode is at the bottom، the current traveling up through the bath and being collected at the top by the graphite electrode. فراح تكون عندنا الخلية بهذا الشكل، خلية عندنا بيها أنود وبيها كاثود، الكاثود من الجرافايت والأنود من الكربون. هذا الانود مثل ما تشوفون، هذا انود وهذا كاثود، فالتيار الكهربائي راح يمر من الانود خلال الباث ويوصل لنا للكاثود. فهذه هي خلية الريفايننج، خلية التكرير. This method depends for its operation، عملها راح يعتمد على on the adjustment of the specific gravity، راح تعتمد على specific gravity، كثافة نوعية of the electrolyte، على كثافة نوعية للمحلول الإلكتروليتي، so that it is lighter than an anodic copper aluminium alloy، راح يكون أخف من سبيكة أو الأنودك كبر ألومنيوم ألوي، السبائك الألومنيوم كبروا ألومنيوم، نحاس ألومنيوم، but heavier than pure aluminium. يعني هذا الباث مع هذه العملية راح يكون أخف من الكبر والألومنيوم ألوي،
وهيفير وأعلى من البيور ميتال، يعني ظل بنصهم. الدينسيتي الدينس الكتروليت، هذا الالكتروليت الكثيف which consist of، يتكون من 36% ألمنيوم فلورايد و 30% كلورايد و 18% بريليوم فلورايد، وهذه مو مهم الحسابات. form the middle layer، راح يكون بالنص، فمثل ما تشوفون راح يكون عندنا الباث، هذا هو الالكتروليت اللي هو هذه الطبقة اللي بالنص، وهذه اللي جوه سيو اي الومنيوم ونحاس، سبيكة من الومنيوم ونحاس، هذه المعدن المنصهر مالتها. وهذا البيور الومنيوم راح يطفو للاعلى لان هو الاقل كثافة، مثل ما تشوفون جاي يضيفون امبيور الومنيوم اور سكراب، راح يضيفونه الى هذه الفتحة او خلال هذه العملية. فهذا الالكتروليت قلنا راح تكون كثافته ما بيناتهم، ما بين الالومنيوم وما بين هذه سبيكة الالومنيوم والنحاس، فيصير بالمنتصف. ليش يسموها بثلاث طبقات؟ The impure metal، المعدن الغير نقي، is alloyed with copper، راح يتحد مع النحاس من 28-30% on this heavy alloy، وهذه راح تكون سبيكة ثقيلة اللي هو الناتج الالومنيوم ويا النحاس، يكون سبيكة وهذه السبيكة ثقيلة فنشوفها راكد. form the bottom layer، راح يكون لنا الطبقة السفلية، فهذه قلنا عبارة عن سبيكة من الومنيوم ونحاس جوا، وهنا الباث راح يكون بالوسط، وهذا نسميه بالامي بيور، امي بيور الومنيوم، الالومنيوم الغير نقي. the purify الومنيوم، بينما الالومنيوم النقي اللي نقاوته توصل 99.99% is floated upward، راح يطفو هنا، فهذا عندنا البيور الومنيوم راح يكون بالطبقه العلويه. during electrolyze to form the top layer، the temperature of electrolyze is about 915 degree centigrade، ودرجه هذه المحلول راح تكون بدرجه 950. magnesite refractory act as insulating wall، وعندنا طبق أو refractory مصنوع من المغنيسايت material act as insulating wall، راح تكون جدران أو هي المصنوعة من عندها جدران هذه الخلية. فبهذه الطريقة إنه راح نضيف الكتروليت، راح يصير عندنا تفاعلات، راح يصير عندنا هذا الالكتروليت كثافته متوسطة فيصير بالوسط. الألومنيوم يتحد بعض الألومنيوم ويا النحاس يكون سبيكة ألومنيوم نحاس، وهذه تكون كثافتها عالية فيركد لنا بالأسفل. وأما البيور ألومنيوم الناتج راح يطفو عندنا إلى الأعلى باعتبار هو الأقل كثافة. Refining reaction involve as follow، والتفاعلات الكيميائية راح تحدث لنا كالتالي. إن at anode، عند الأنود الألومنيوم راح يتفكك يكون بشكل أيونات، راح يتفكك إلى أيونات، أيون الألومنيوم. بعدين بالكاثود يرجع يأخذ الإلكترونات ويرجع إلى عنصر. فبهذه الطريقة بالبداية يتفكك يعني من الأنود، بعدين يرجع يتركب كأنه عند الكاثود، ويصير عندنا البيور ألومنيوم. بيور ألومنيوم is dissolved at the anode to form، يتحلل عند الأنود حتى يكون لنا أيونات الألومنيوم. then aluminium ion are deposited، راح ترجع تترسب at the cathode in the pure form. فبالبداية نفككها حتى نخلصها يعني من الشوائب، تتفكك عند الأنود، فالشوائب اللي بيها راح تطلع ويا الباث، ويا تروح تتفاعل ويا الألومنيوم والنحاس، واللي بيور نشوفه عند كاثود راح يترسب على شكل بيور ألومنيوم. وهذه الحالة قلنا البيور ألومنيوم راح تكون نقاوته 99.99%، فحصلنا على بيور ألومنيوم من هذه العملية. يعني الهيل هارلوت اعطانا ألومنيوم نسبته نقاوته 99.5، فمن سوينا ريفايننج صارت نقاوته 99.99%. هسه البروبرتيز للألومنيوم، شنو خصائص الألومنيوم؟ أتوميك ويت أوف ألومنيوم، هذا الوزن الذري 26.9، المالتين بوينت 660. فهذه البروبرتيز يعني تشوفون شنو النقاط المهمة، الوزن الذري شقد، درجة انصهارة 660، شوفون درجة انصهارة متوسطة تقريبا.
البولينج بوينت درجة غليانه 1800 درجة سيليزية. The main impurities الشوائب الرئيسية اللي راح تكون عندنا ويا الألمنيوم of commercial aluminium 99.3-99.6 aluminium يعني يحتوينا على 99.3-99.6 aluminium are iron and silicon together with a trace of titanium and copper. هذه الشوائب اللي ممكن تتواجد عندنا ويا الألمنيوم. At room temperature aluminium has a specific gravity كثافته قلنا يكون كثافته قليلة ووزنه خفيف فكثافته 2.7 as compared with كبر and iron باعتبار انه الايرون والنحاس يعني النحاس يعتبر ثقيل. شوفون وزنه يبيعونه على الوزن النحاس لانه كثافته عالية وزنه ثقيل مقارنة يعني شوفونه كثافته اعلى من الحديد. فالنحاس مقارنة بالنحاس والحديد فهو شوفون ايش قد فرق كثافته هذا 2 بينما النحاس 8 يعني تقريبا 4 مرات النحاس أثقل من الألمنيوم. إن it is high strength مقاومة عالية to weight ratio is a distinct advantage in many structural application. فمقاومة عالية يعني من ناحية نسبة الوزن إنه وزنه خفيف. فنشوفه دائما يستخدم او طقته هذه ميزه انه يستخدم بالستراكشرال ابلكيشن بتطبيقات او بالتركيب الهيكلي لبعض التطبيقات. ذا ميتال اكسهبت جود كاروجن ريزيستنت مقاوم للتاكل. الكتريكال اند ثيرمال كوندكتيفيتي مواصليته الحراريه جيده والكهربائيه ايضا. ذا ثيرمال كوندكتيفيتي اند الكتريكال ريزيستيفيتي اوف الفضه اي جي كبر and aluminium are outstanding when compared with those of other metal. The metal فيمتاز بكهرباء موصل للحرارة وموصل للكهربائية. The metal has high reflectivity of light عاكس عالي للضوء and low emissivity والemissivity اللي هي الاعتمام انه يكون معتم. Aluminium has strong affinity for oxygen الى ألفة قوية للأكسجين مثل ما قلنا بالحديد قلنا منان هم موجودين بالطبيعة بشكل أكسيد فنشوفهم ألفتهم للأكسجين عالية بمجرد ما يشوف أكسجين يرجع يتفاعل وياه حتى يرجع إلى أصله يرجع إلى شكل أكسيد فألفة عالية للأكسجين. ولكن شنو فرق عن الحديد إنه طبقة الأكسجين لكونها أو طبقة الأكسيد لكونها تكون ثابتة مستقرة ما ممكن تتفكك فيبقى يكون طبقة حامية إلى سطح المعدن. A film of oxide form spontaneously on any freshly cut surface. To this فهذه الطبقة الحامية تكون طبقة قوية والملتصقة على سطح المعدن تحمينا المعدن من التعرض إلى التآكل ومجرد ما انه نقطع ان احنا سطح نظيف يرجع يسوي لنا طبقة اكسيد من الالومنيوم. To this property aluminium own it is high resistant to chemical atmosphere attack وبسبب هذه الخاصية انه يكون لنا اكسيد قوي وثابت ويحمينا المعدن فنشوفه يكون مقاومة عالية للكيميكال اتراكت او للتفاعلات الكيميائية أو الكروجين. الألمنيوم كان بي هوت رولد من الممكن أنه نشغله بالدرفلة على الساخن إكسترودد أو البثق فورجت يعني بالحدادة أو الطرق كولد ووركت هذه طرق يعني تشكيلة من الممكن نسوي له هوت ووركينج إكسترودد سوي له بثق سوي له فورجينينج كولد وورود رولينج سوي درفلة على البارد drawing سحب stamping اللي هو مثل الختم أو يعني كبسونة كبس and machining أو يشغلونه is
ريلي. فبكل طرق التشكيل من الممكن انه نشكله. ليش؟ لانه مطيليته عالية. One of the primary characteristic of aluminium is that can be worked, من الممكن ان يشغل, and form ويشكل by the usual fabrication process. فأحد ميزاته وخصائصه المهمة انه من الممكن انه نشكله او نشغله بأي طريقة من طرق او عمليات التشكيل مثل ما حكينا, لانه مطيليته عالية. The tensile strength of the commercial aluminium is low. التنسايل سترينث اللي هي الالتيميت تنسايل سترينث, مقاومة الشد إلي تكون منخفضة, رانجينج فروم 6.3 to 40.2 كيلومتر المكعب اللي هي باسكال. According to the amount of cold working, اعتمادا على كمية الكولد working, لأنه من نسوي له كولد working راح نزيد من السترينث, يعني يصير بتصليد انفعالي من سوي له cold working فتزداد مقاومته. فاعتمادا على التشغيل على البارد ايش قد مسوي له تتغير التنسايل سترينث, يعني من سوي له تشغيل على البارد راح يصير به مقاومة اعلى, تزداد مقاومته بسبب التصليد الانفعالي. The modulus of elasticity اللي هي الE معامل يونغ of aluminium and it is alloy is approximately 1/3 of that of steel. المعامل اليونغ إلى يكون ثلث معامل الستيل للإيمة الستيل. وبالنسبة للمرحلة الأولى هذه شوي مصطلحات غريبة عليكم, لكن مرحلة ثانية تعرفون شنو هذه المصطلحات. شنو tensile strength, شنو modulus of elasticity, which means that the elastic deflection under the load of aluminium is 3 times that of steel. يعني منطقة الإلاستيك بتكون ثلث 3 times of steel, ثلاث أضعاف للستيل, يعني مطيليته أعلى من الستيل, يعني الإلاستيك ريجن مالته تكون أعلى من الستيل لأنه مطيليته أعلى. برر إجراتس of aluminium are shown the super purity of aluminium and contain not less than 99.99% من الألمنيوم. هذه أعلى نقاوة يوصل لها 99.99. The super pure aluminium is softer, اللي جدا نقي يكون softer, يكون لين, more ductile, أكثر طراوة أو أكثر مطيلية, heats more efficiently ويتأثر بالحرارة بشكل أكبر, and process higher thermal and electrical conductivity, وتكون توصيليته والحرارة والكهربائية عالية جدا, and great resistance, وزيدنا من مقاومته to corrosion than commercial metal, أكثر من المعادن الأخرى. فلما توصل النقاوة اللي يوصل إليها 99.99%, ولما يصير بهذه النقاوة راح يمتاز بهذه الخواص اللي ذكرناها, تزداد مطيليته, تزداد طراوته, تزداد مقاومته للكروجين, تزداد heat more efficiently, يكون متأثر أكثر بالحرارة, يصير توصيليته للحرارة والكهربائية تكون أفضل, وإلى آخره مقارنة بالكوميرشيال ميتال يعني الشائعة الاستخدام أو التطبيقات الشائعة. The addition of other metal to aluminium offered the mean of increasing the strength and hardness. مرات يضيفوا له بعض العناصر السبائكية, يعني يضيفوا له مواد أخرى حتى يحسنون من أو يزيدون من مقاومته وصلاته, باعتبار أنه هو طري فيحتاج نعطيه شوي مقاومة, نعطيه شوية صلادة, فيضيفوا له مواد تحسن من مقاومته وصلاته. The small amount of impurities present in commercial aluminium is sufficient in to increase its strength up to 15%. فبعض الامبيورتيز اللي يضيفوها حتى يحسنون من مقاومته تصل مقاومته او يزيد مقاومته بنسبة 50%. As compared with a pure metal, مقارنة بالمعدن النقي. The metal most commonly used in the production of aluminium alloy are copper. والعناصر اللي تستخدم حتى ننتج لنا سبائك الألمنيوم مثل الكبر, يعني نضيفوا له كبر, نحاس, سيليكون, مغنيس, مغنيسيوم, زنك. This metal may be added single or in combination. فممكن نضيف واحد من هذه العناصر أو نضيف مجموعة
to predict a desirable result حتى نحصل على النتائج المطلوبة. هذه ذاكر لكم بعض السبائك النحاس، مثلا عندنا الألومنيوم والنحاس، وهذه يعني للطلاع. ألومنيوم سيليكون ألوي has high fluidity، تكون سيولتها عالية، process good casting qualities and also has excellent resistance to atmosphere corrosion، تكون مقاومتها عالية للتآكل، making it of value in the production of arctic structure. فتستخدم بإنتاج الارتيكل ستركتشر اند اورمنتال كاستينج، هذه نوع من انواع المسبوكات الخاصه. اللوين كونتين 5% من السيليكون ار يوز فور ذيس بوربس، هذه الفقره مو جدا مهمه باعتبار انتم شوي مرحله اولى دخلنا صارت عليكم المصطلحات شويه ما راح تفهموها، فلهنا أنا كافي يعني فقط النقاط المهمة بالموضوع إنه شنو impurities، مقاوم درجة الحرارة، مقاوم موصل الكهربائية، وهذه بهذه الصورة هذه النقاط المهمة. الابليكيشن تطبيقات المستخدم بها، شايفين أنتوا وين نستخدم الألمنيوم أو التطبيقات اللي جاي نستخدمها بها. after cover من بعد النحاس، الألمنيوم metal is considered the most important non-ferrous material، فقلنا المعادن اللا حديدية الأهم هو الكبر، من بعدها راح يجي الألومنيوم. since aluminium is good conductor، موصل جيد of heat and electricity للحرارة والكهرباء، and it is also less expensive than copper، وثمنه أرخص من النحاس. now day it is replaced the copper in the electrical application، فنشوف حاليا جاي يستبدلون الأسلاك الكهرباء النحاس يتبدلوها بألمنيوم. جاي يشوفون هسه الوايرات كانت قبل من داخلها يكون نحاس، هسه جاي يصير بداخلها ألمنيوم، لأنه النحاس ثمنه أعلى فاستبدلوه بالألمنيوم، والألمنيوم كفاءته بنقل الكهرباء عالية، فما راح يصير عندنا مشكلة. In India بالهند ألمنيوم is gradually replaced the copper in the power transmission line، بخطوط النقل الكهربائي. ليش خطوط النقل الكهربائي، خطوط الطاقة شو نسميها هذه الضغط العالي، مين مصنوعة؟ ما مصنوعة من النحاس، مصنوعة من الألومنيوم، فيستخدم بخطوط النقل العالي and in other electrical applications، بتطبيقات كهربائية أخرى. A composite conductor made of، مواصلات كومبوزيت يعني مركبة، made of، مصنوعة من ألومنيوم واير that surrounded a core of steel، وقلب من الستيل واير، with a high tensile strength is being extensively used as an overhead conductor. The core compensate for the low ALMG alloy. عفوا هذه اللي هنا انه عندنا كومبوزيت كوندكتر، مواصلات تكون مركبه مصنوعه من الالومنيوم واير ومحيطه بها قلب من الستيل واير، يعني ستيل واير والومنيوم واير يزيدون بها سترينث، وهذه تستخدم بتطبيقات خاصه. The core combined for the low ALMG alloy، هذه سبيكه من المغنيس والالومنيوم، have combined properties of high resistance to marine إكسبوز، فهذه السبيكة تكون هاي ريزيستين، مقاومة عالية إلى الظروف البحرية، المارينا اللي هي الظروف البحرية إنه بالبحر يستخدموها. إكسيلنت سترينث، مقاومتها تكون جيدة، دكتيليتي مطيلية، and good machining quality، وممكن تشغيلها أو قابلة للتشغيل. They are rather difficult to cast. They are rather difficult to cast.
and require special treatment. من صعوبة إنه نسبكها ونسوي لها سباكة casting and require special treatment to prevent oxidation while casting. وتحتاج إلى طرق خاصة حتى نمنع تأكسدها خلال عملية casting. هذه السبيكة اللي هي ألومنيوم مانغنيسيوم تحتوي على 10% مانغنيز has highest combination of tensile strength, elongation and resistant to impact after heat treatment. ممكن إنه تتحسن خواصها تعطينا مقاومة عالية واستطالة تكون مطيليتها جيدة ومقاومة للصدم وبعد ما نسوي لها معاملات حرارية. فهذه لهنا تنتهي عملية إنتاج الستي أو عفوا الألومنيوم. فحصلنا على الألومنيوم وشفنا شنو خواصه وين تطبيقات المستخدمة ونشوف حاليا احنا بأكثر التطبيقات سواء بالأنابيب اللي جاي يصنعوها بالأسلاك الكهربائية بالأجزاء المحركات يعني نشوف بسبب خفة وزنه مقاومة للتآكل جاي يستبدلون أجزاء من السيارات مثلا لهذا المجال كثير يستخدمون الألومنيوم باعتبار وزنه خفيف سيارات السباق سيارات الدراجات السباق بايسيكلات نشوفهم كلها جاي يستخدمون الألومنيوم باعتبار أول المقاوم للصدع ثانيا خفيف الوزن فيزيد من كفاءة هذه السيارات أو مثل هذه الدراجات الهوائية اللي يستخدموها بالسباقات إلى آخره. عندنا هذه أبسط مثال اللي هو نسميها أوراق الألومنيوم اللي يستخدمها بالمنازل اللي هو يسموها بالسيليكون ولكن هي مصنوعة عبارة عن ألومنيوم هي أوراق الألومنيوم. فهذه أهم ما يميز الألومنيوم وأهم تطبيقاته واستخداماته. فلهنا تنتهي محاضرتنا لهذا الأسبوع ونلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم. شكرا جزيلا.